السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله الشباب كاملين، مرحبا. دونك اليوم حلقة السادسة من الستوري القصة، واليوم غادي نتكلموا على اون استواغ ديال دو بارتنير، جوج ديال الشركة. علاش هذا الموضوع؟ لان ديما كنتكلموا على القضية ديال الانتربرونيا، وكنتكلموا بزاف على المسألة ديال الشركة، كيفاش خصك تختار الناس اللي يكونوا شركاء معاك، كيفاش تخدموا، شنو لي طاش ديال كل واحد فيهم. دونك اليوم جات فرصه زوينه، انا كنت تكلمت على انه غادي نستضيف صلاح الدين ميموني، ولكن في وسط البروغراماسيون كانت الفكره ديال ان نستضيف صلاح مع الشريك ديالو اللي هو السي حسن وناصر. فاليوم ان شاء الله غادي تكون حلقه، اكيد غادي تكون حلقه زوينه. نتمنى انه الصوت مسموع، اعطوني دقيقه فقط، ماشي دقيقه، بعد الثواني باش نتأكد بأنه الصوت مزيان، كل شيء مسموع، كل شيء هو هذاك. الور مفروض راه مزيان الصوت، انا كيبان لي النيفو ديال الصوت مسموع هو هذاك. ف قبل ما نبداو، بارطاجيو معنا اللايف، حاولوا تبارطاجوه ماكسيموم باش اكبر عدد ديال الناس يقدر يتفرج معنا اليوم ان شاء الله. دونك بدايه غادي اول مره غادي ندير لايف يكونوا فيه جوج ديال الضيوف في نفس الوقت معايا، دونك غادي نتقسم ليكرون على ثلاثه. معليش غتقدر تكون شويه مديرونجيكم شويه، ولكن نصبروا. دونك غيكون معايا السي حسن والسي صلاح الدين. اروح نطلقوا عليهم الصوت. السي حسن، السي صلاح الدين، مرحبا، كتسمعوني؟ معكم. وعليكم السلام. هاد الجوج ما كيتفارقوش، هاد الجوج اللي كتشوفوهم دابا سي دي بارتنير فريمون، يعني كما كنقولوا دي زاسوسي، شركه بمعنى الكلمه، يعني ما كيتفارقوش. رغم انه في هاد اللحظه اللي حنا كنتكلموا فيها دابا وقع واحد الفلاش انا اللي راني عارفه، لدرجه ان واحد فيهم تفاجئ بالاخر. على كل حال، مراكش واحد راه في كازا. اكزاكتوم. وهذاك اللي مشى لمراكش ما قالهاش اللي راه في كازا. كتفرقوا غير الويكاند. دابا غفلك في هاد اللقطه ديال مراكش. غفلني. ما كنتش عارف، كورك مشيت مع رجلك على رجلي. دونك مرحبا سي حسن، مرحبا بك، انت اول مره تدوز معك لايف. صلاح هو مول الدار، كلشي كيعرفو. دونك عطوني فقط دقيقه نبارطاجي اللايف قبل ما نبداو ان شاء الله لا ديسكوسيون ديالنا، ونحاولوا ان شاء الله يكون هذاك الشيء مفيد بالنسبه للناس. والناس اللي معنا ركزوا دابا، غادي تكون الشكل ديال ديسكوسيون كالعاده، ولكن تقدروا تطرحوا الاسئله ديالكم في الاخر، اللي عنده شي سؤال ولا يقدر يطرحه في النهايه ديال اللايف ان شاء الله. على بركه الله. دونك غادي نبدا البارطاج. نبدا بالسي صلاح، السي حسن، نبدا بك انت اللي انت مره كدوز معايا. مرحبا بك، مرحبا بك في دي ستوري. شكون هو حسن؟ تكلم لنا على الباركور ديالك، من القرايه ديالك حتى فاش ساليت القرايه. الوغ انا سميتي حسن وناصر، دونك انا شي دوريجين دو نادور. دونك كبرت وقريت في النادور، موراها قريت في لو سي جي ديال كازا، ديال وجده، باردون، ديال وجده. موراها جيت لكازا بوغ لو ستاج دو فان ديتود، اي ابري مي شفت لامبيونس ديال كازا، دونك خدمت واحد العام، اي بي فداك العام دونك اون ا ديسيدي موي صلاح الدين اون 2012 دو كري نوتر بروميير بوات. حسن صبر، عندك واحد القضيه، ما تهضرليش الفرنسي، انا ما كنفهمش الفرنسي، هضر لي بالعربيه واللونجلي. شوف انا هذا راه مشكل عندنا والله، الا بزاف كيبقى يقول لك راك، حيت حنا دابا في لو موند ديال في الخدمه ديالنا كنخدموا مع الشركات بزاف، عرفت، والشركات كيبغيو لي بريزونطاسيون بالفرونسي وهذا، وهادشي علاش زعما كيجينا داكشي بوحدو، ماشي حنا وانا حاول ما انا عارف درش. ولكن شوف اخويا، حنا كنموتو، حنا نموتو على الدارجه، صافي الدارجه، عطيه الدارجه، غادي نعاود من الاول. لا سمعناك دابا، شنو درت من بعد لو ان سي جي؟ شنو درت من بعد ما ساليت القرايه ديالك في باركور سكولار المسار الدراسي ديالك، شنو درت من بعد؟ دونك المسار الدراسي كما قلت لكم، انا خديت باك في ليكونومي، موراها درت لو ان سي جي،
دونك في لي زيكول بحال بحال. خاصني نهضر شويه على هاد لابارتي باسكو كاين الدراري، كاين الدراري شويه ديال لي جان اللي معانا باش حتى هما يعرفوا يتوريونطاو في يتوجهوا في يعني في القرايه ديالهم. دونك كنت فات المدارس لو ان سي جي دي سكاو لو اس تي اكسيتيرا، وصدقت لي صدقت لي لو ان سي جي ديال وجده حيت هي اللي كانت قريبه للدور، وقريت وقريت فيها، وكانت صراحه تجربه رائعه هذاك لو ان سي جي ديال وجده، وتعرفنا على الدراري هذا. لافونتاج ديال لو ان سي جي ديال وجده اونتر بارونتيز الدراري ديال وجده غادي يعرف حتى كو لو ان سي جي ديال وجده كتبخلطه، كان فيها الدراري ديال وجده ديال الرباط ديال كازا ديال فاس ديال العيون ديال هذا، وهذاك هذيك لا ديفيرسيتي هذاك الاختلاف هو اللي خلانا انا شويه حتى حنا لا بيرسوناليتي ديالنا الشخصيه ديالنا تطورت شويه. ولافونتاج واحد ميزه مهمه سكو كانت لو ان سي جي اون فاس ليها لانسا اللي كان فيها صلاح الدين، اون فاس ليها لو اس تي، ثلاثه ديال لي زيكول واحده واحده. حنا كنا حنا في حنا مصاحبين بعضياتنا، والدراري لي زانجينيور صاحبين معاهم. صلاح بيامات المدرسه كنت نشوفه ديما ديجا تزوج من مدرستنا. ها هذاك موضوع اخر. بالنسبه للناس اللي ما بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش لو ان سي جي وجده ولا اللي ما عمرهم شافوها، هي كانت هي كلها جايه في واحد المجمع جامعي كيف كنقولوا، كاين الجامعه جامعه محمد الاول، وكانت تابعه لها على جنبها كاين لو اس تي. على في واحد الوقت كانت غير لو اس تي بوحدها، من بعد فاش بناو فاش جاوا بناو البناو لينسا هي الاولى، ومن بعدها جات مباشره لو ان سي جي ما خفش نكذب. فبناوهم ملاصقين مع لو اس تي، يعني ما بينهم وبين لو اس تي كاين غير بضعه امتار كيف كنقولوا. فكتخرج من المدرسه الساحه كانت الساحه ديالنا هي ديك الوسط ما بين تاع لي زيكول كاملين، كانت لينسا لو اس تي لو ان سي جي، كنا كنتجمعوا كاملين. سفرا كانوا زعما كانوا لي كليك هكا مفرقين، ولكن كنا نتعارفوا مع الدراري لي زانجينيور تاع الحسنيه تاع لينسا ولي زانجينيور تاع لو اس تي، وتما صاحبنا فعلا. دونك هذه كانت فرصه كبيره انك تعرف على صلاح، ربما تعرفت عليه في هذه المرحله هذه. تعرفت على ديك المرحله اكزاكتو. فاش من سنه بالضبط يعني في المسار الدراسي ديالكم كنتوا في نفس المستوى؟ كنا تخرجنا في نفس العام. تخرجوا في نفس العام داكور. دونك امتى تعرفت على صلاح؟ الو دابا هو صلاح كنا كنعرفوا اصحاب كيعرفوا بعضيات كنعرفوا بعضياتنا، وصلاح كيلكان دو تري اكتيف. لا بروف سي كو في هذاك لو بروجي دو فان ديتود ديالنا كانوا طلبوا لنا نديروا واحد بحال بروجي تاع لي ستوديون اكسيتيرا، وكانوا ماشي انا واحد الجروب واحد اخر كانوا داروا واحد البروجي داخله فيه واحد الكوتي انفورماتيك، كانوا يقلبوا على شي واحد اللي زعما اللي عنده كوتي انفورماتيك تكنيك اللي يدخل معاهم. وكان صلاح الدين هو لا بيرسون اللي دخلت تصور صلاح الدين في ايكول اخرى ودار معانا بروجي حنا في ليكول ديالنا. يعني باش وكان طلعوا حيت كان ندير واحد ليفينمون باش ينوضوا وينوضوا يبريزونتيو هذاك البروجي ديالهم، وكان صلاح وبريزونت. يعني شوف بنادم خص يكون اكتيف، خص يكون عنده الانيسياتيف المبادره. ناضو خا هو ماشي مدرسته، ناض دخل ان بروجي ماركتينغ ودخل لانفورماتيك وناضو بريزونطاو هذا. وتما كان الاحتكاك ديالنا مع صلاح الدين وصحابه اكسترا. من تخرجنا راك عارف كل واحد بدا كيقلب على خدمه اكسترا لي ستاج، وكنت جيت لكازا انايا باش نقلب على ان ستاج، ولقيت ان ستاج واحد الشركه هنا، وحتى هو كان ان ستاج مي اون غاردي كونتاكت طون 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 كناخذوا قهوه هذا اكسترا. من بعد جاتنا الفكره قلنا ديري كنشوفوا شويه كازا، كنشوفوا زعما لي بوتونسييل. انا صراحه كان عندي فكره من الاول ان خصنا نديروا شي حاجه ديالنا، كانت عندنا هاد السبري ديال لونتربرونيا ديال المقاوله كان عندنا من صغرنا. دونك انا وصلاح الدين جو بونس المشكل فاهم ماشي المشكل، الاشكاليه اللي كانت سي كو هو كان خاصو كان خاصو لو كوتي ماركتينغ، وانا كان خاصني لو كوتي تكنيك. تلاقينا بحالنا كنا هو كيكملني وانا كنكملو كومبليمونتير. الصداقه يعني ديالكم الصداقه ديالكم بدات في انطلاقا من هذا المشروع هذا او لا قبل كاع؟ يعني نتكلم على الصداقه. لا لأن راني قلت لك راني كنا نعرفوا بعضياتنا في ليكول في ليكول. ولكن واش نقدروا نقولوا بانه في ليكول بدات الصداقه، ولا حتى ساليتوا القرايه ربما حتى تلاقيتوا من بعد في كازا؟ لان ما غاديش تجي بين ليله وضحاها كيف نقولوا ترجع ديروا شريك، او لا هو يختارك كي كنقولوا شريك. شوف هذه القضيه هذه كانوا بزاف الناس يطرحوا لي هذا السؤال كيهضروا على الشركه كيفاش تختار شريك. دابا الشركه راه فيها ماشي ضروري ديما صاحبك هو اللي تشارك معاه، راه خص تكون شويه ديال
شويه ديال المنطق تما في هذيك الشراكه ديالكم، واش كتكملوا بعضياتكم؟ واش هذا، واش هذا عنده شي حاجه اللي غادي اللي غادي لابور ديالو زعما باش غادي باش غادي يفيد هذيك الشركه الشراكه ديالكم؟ جو بونس هذا الموضوع نهضروا فيه من بعد باش ما نطولوش فيه، وحتى صلاح الدين يشارك معنا الرؤيه ديالو. دونك انا كنقول دونك لي بروفيل ديالنا كانوا كومبليمونتير، يعني هي الصداقه كنا كنعرفوا بعضياتنا وحنا اصدقاء من ديما، ولكن جو بونس زعما الشركه ديالنا في المقاوله ماشي سببها الصداقه، هي كانت صداقه ولكن جو بونس سببها لا كومبليمونتاريتي، يعني التكامل ديالنا انا وياه. غادي نتكلموا على هذه النقطه، غادي نتكلموا على هذه النقطه من بعد. كيف قلت صلاح مرحبا. وي كنت قطع الصوت، كنت كتسمع اش كنقولوا. صافي صلاح مرحبا. دونك انت بزاف الناس كيعرفوك من الناس اللي متبعين اللايف، لان تفرجوا بزاف ديال اللايف ديالك وعارفينك شكون، ولكن ربما نعاودوا نتكلموا شويه حتى انت على المسار الدراسي ديالك. بالنسبه للاخوه الله يخليكم اللي ما عجبوش اللايف بلا ما يتفرج ليه، صافي دوك لي كومونتير ديال والو، دوك لي كومونتير الخاويين نحيدوهم، باسكو بلا ما نقعد تبرزطونا معكم في الهضره الخاويه، اللي ما عجبوش اللايف يخرج منه. شكرا، الله يرحم الوالدين. دونك صلاح تكلم لنا انت عاود على المسار الدراسي ديالك، فين بديت انت؟ ولد تاوريرت الا بغينا نتكلموا بالدرجه ديالنا حنا، انت كبرت في تاوريرت؟ بديت انت ولد تاوريرت؟ حبس الصوت صلاح من اللايف وسمعني واسمعني من سكايب. واي تفضل صلاح. وانا اولا والله الا جاني فورير باسكو اول مره كنشوف شريكي كيهضر بالنيه، تا كومبري مول كنشوفو دون زان كادر بلوتو اميكال، ودابا كيهضر زعما سيريوزمون الا سي دو فير لو سيريو عربيه. والعربيه اخر حنا نهضروها بالعربيه. لا راك ترمي في الوسط، تهضر لي بالعربيه. داكور. دونك اولا ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، شكرا جزيلا على هاد لانفيتاسيون باسكو سانسيرمون زعما صافي توجور بليزير العربيه معاك في لايف هاشتاغ. راه حنا نضرب عربيه اخويا. صافي بليزير، ميرسي بوكو. صافي بليزير محينك، يعرفوها كاع المغاربه كاع. لا لا قول لي قول لي يسعدني ان يسعدني. الوغ ابار يسعدني قلت لك لا سيريوزمون زعما تبارك الله ديرنيغمون انا وليت نشوف زعما لي بارتيسيپون وكذا، سي دي بارتيسيپون ديال ان او كاليبر عربيه. اصبر غير خليها غير شنو حسان، غادي نرجع لك بلا ما يتفلاشا هو، فهمت؟ ما غاديش نعطيك لا تفلاشي، غادي نبقى نقطع لك الهضره. انا بغيت يقول او كاليبر بالعربيه، انا بغيت تسمع قولها انت بالعربيه. اخويا النيفو طالع، شوف شوف الدارجه، النيفو عالي صافي. الدارجه نيفو طالع. لا صراحه النيفو بحال ديك النيفو مستوى طالع، بحال ديك النيفو ماشي فرنساويه ديال هاد لي زانفيت هاد. بون لي زانفيت اخويا مانيش عارف. ضيوف ضيوف هادو صراحه مزيان، انا شفت زهير الخديسي لا ديرنيغ فوا وهضر مزيان صراحه على بزاف ديال الامور اللي استفدنا منها. شفنا ايغالمون طاهر السبتي ولا طاهر العالمي، باردون السبتي طاهر العالمي باردون، اللي كان حتى هو سيتانامي واللي كان هضر على لونتربرونيا وعلى على القصه ديالو ايتو. وصراحه سي تري امبورطون ان الشباب يعرف كومون سا سباس ايتو، كومون كيفاش بدينا وشنو هما الامور اللي داروا واللي صراحه عاونونا باش نزيدوا لقدام. الوغ تري رابيدمون باش نهضر على لو باركور باسكو باش ما نطولوش فيه ونعطيو بلوتو دي كونساي، نعطيو بلوتو نصائح. التليفون لا بغي باش الصوت يتسمع مزيان حيت لي باش معذب معاه. وي دونك ليدي الفكره هو انه بدينا في انا فاش بديت نقرا قريت في لي زيكول بوبليك ديال الشعب ايتو جونغ فريمون لي زيكول بوبليك ايتو، من الابتدائي الاعدادي، وكنت ديما مويا، ما كنتش المجتهد وما كنتش الكسول، ديما داك الكلاسمون كنت نجي الثاني الثالث ديما، مي ما عمري ما كنت نجي الاول، ما عرفتش علاش. المهم بالنسبه للناس اللي كيجيو الثاني الثالث نعرفوا راسكم بلي راكم مويا، ما تحسوش راكم مجتهدين. المهم ابخي زعما فاش طلعت للليسي درت واحد الليسي بوبليك حتى هو،
وتما تما صراحه اوريونتيت للماتيماتيك باسكو كانت عزيزه عليا الرياضيات كانت عزيزه عليا الماتيماتيك دونك تما اوريونتيت للماتيماتيك وبغيت دونك كملت في واحد السيكل ديال سيونس سيونس ماتيماتيك ا وابري خديت البكالوريا في ما عقلتش 2007 ولا 2008 2007 جوبونس ايوا دونك كان في امور البكالوريا صراحه خديتها افيك مونسيون بيان وتما كانوا عندي بزاف ديال الشوا بوكو 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 دو شوا كانوا عندي الكلاس بريبا كانت عندي فرنسا كانت عندي لانسا لانسياس لان باردون لانسا لانسام لو ان سي جي ليكول ديال انا مون غيف سيتي الحلم ديالي كان كنت بغيت نكون بيلوت فهمت دوكو كنت بغيت ندير ليرا ليكول رويال دو لافياسيون هذا هو لو غيف ديالي مرضوش بك مي نعم ما قبلوكش مرضوش بك الوغ مشيت دوزت ليكزامان تاع ليرا ودخلت وقلت لهم فان جي باسي لونتروتيان اكري الامتحان الكتابي وسا سي بيان باسي داز مزيان اي تو ومورها كان بسيكولوجيك حتى هو دوزته ومورها كان واحد ليزيكزارسيس فيزيك سيما ميموري بون كان واحد التمارين فيزيك ابري صافي عيطوا لنا مع 12 وتقبلت كانت سميتي في لا ليست دونك فريمون فرحت بزاف وتطلعت في داك البوز باش يدونا لواحد البلاصه اخرى باش نديروا داك لي فورماليتي وكنعقل على واحد السيرجون طلع وقال لنا اللي سمع سميتو يهبط اللي سمع سميتو يهبط راه عاود فيلتر هذاك الشيء تغربل دونك كان سمع صلاح الدين ميموني انابت واش كنت طويل بزاف واش كنت داك لو بوت ومكتب لي سمعني واش حيت طويل بزاف حيت طويل بزاف ما بتتخسى لا انا جو بونس نضادر ما بانوا لهمش في الاول كنت ديجا داير نضادر صاي ربما داكو ايوا دونك من تما دخلت لي كلاس بريباراتوار الاقسام التحضيريه كنت غادي نقول لك القسم التحضيريه لا التحضيريه عاد التحضيريه ومورها درت فوالا كملت في لانسا لانسا ديال وجده اون فاصل لو سي جي دونك اللي هضر عليها حسن وتما فين تلاقينا الوغ انايا لا بارتيكولاريتي سي كو فاش كنت كنقرا سوفون الوغ انا جو سوي ايسو جاي من واحد لا فامي تري موديست زعما تري تري موديست افيك افيك سي فرير اي سور اللي انا هو الكبير فيهم ودوكو كان عندي بزاف تاع لي ريسبونسابيلتي فاش كنت صغير دونك كنت كنضطر انني نخدم اون باراليل دونك ديما كنت الوغ كانت خصني ضروري نتعلم واحد الحرفه اللي نقدر ندخل منها الفلوس دونك ديك الحرفه كانت هي لا كرياسيون دي سيت ويب انشاء المواقع الالكترونيه كرياسيون دو سيت ويب غير واحد يقولها بالفرنسي كلشي يعرفها خير ديكو فوالا كنت في وجده وكنا كنمشيو نقلبوا على دي جون باش نكريو لهم دي سيت ويب اول سيت ويب شديته في حياتي كان ب 500 درهم كنعقل عليها وبتتخ ما نعسش داك الليل باسكو انت اللي طيحت السوق ديال لي كرياسيون دو سيت ويب بشحال كنا نقلبوا عليك وما تنساش بلا كنا في واحد المدينه اللي هي وجده اللي هي سي اون فيل مارجيناليزه اللي ما غاديش تلقى فيها دي غران كليون اللي يقدروا يعطيوك دي بروجي بواحد الثمن مناسب وانت محمد تما عارف وي بصح الوغ تما خويا جي كومونسي فام ديت كملت القرايه اي تو ابري طلعت لفرنسا فام ابري لوبتونسيون ديال الدبلوم طلعت لفرنسا اون سيرتان بيريود وابري رجعت باش نخدم هنايا وكانوا عندي دي ديفيكولتي كانوا عندي دي ديفيكولتي قبل ما نتلونسا في لونتربرونيا وكيفاش تلاقيت مع حسن الوغ هنا فين كاين لو ايك ديال ليستوار وهنا فين كلشي تبدل انا كنت خدام في واحد لا سوسيتي ديال لافورماتيك ديال الاي تي وهذيك لا سوسيتي كانوا فيها لي ديفيكولتي بزاف كانوا فيها بزاف ديال الصعوبات سي كو كانوا ما كيخلصوناش كل شهر فهمت كانوا شهر كنتخلصوا شهر ما كنتخلصوش دونك فريمون كنت كنتزير كوتي فينونسي سورتو كو انت تي بارون اللي غادي يكونوا شحال هما كيقراوك وكيستناو منك انك تكون انجينيور باش تخدم على خوتك ولا باش تعاونهم ولا كوكسيسو كتلقى راسك بلا ما عندكش باش تكمل الشهر دونك سي تي فريمون تري ديفيسيل داك لا بيريود الوغ تما بديت كنقلب على كيفاش نكري دي سيت ويب للناس في كازابلانكا كنت كنشد تيلي كونتاكت باش تعرف كيفاش بديت اكزاكتومون الدومين ديال لونتربرونيا قبل ما نتلاقى بحسن كنت كنشد تيلي كونتاكت عقلتو على التيلي كونتاكت داك الكتاب الصفر الكبير اللي فيه لي سوسييتي باخي مسكين كنت كنشد لي نيميرو تيليفون ديال لي لوكاسيون دو فواتور ولا لي لي زاجونس دو فواياج وكنبدا نعيط لهم واحد بواحد وي بونجور معك صلاح الدين ميموني وبغيت نكري لك سيت ويب واش تبغي نكري لك سيت ويب وكنعقل واحد المره فريمون جافي با دارجون ما كانش عندي فلوس كاع ودوكو بقيت كنعيط لوكاسيون بار لوكاسيون وصلت ل 39 لوكاسيون وحتى واحد ما بغى واحد كيقول لي عندنا والاخر كيقول لي مولشي ما كاينش
والاخر كيقول لي لا راه اون اي با انتريسي تو كور. دونك كل واحد اسمه بقى كيقول لي الوغ في لا سوسيتي رقم 40 تما بحال اللي انا تغبنت كما كنقولوا في وجده فهمت تغبنت جونغ سا ديرونجي جيتي ديغوتي جونغ لي جون يرفوزي طول طون. دونك الوغ صافي كنت غادي نابوندوني وقلت عرفتي شنو رقم 40 غنعيط له ليها لا دونك عيطت له وي بونجور معاك صلاح الدين موموني الله يخليك راه بغيت نكري لك سيت ويب وهي تقول لي لاسيستونت لا خويا راه ما كاينش مول شي. قلت لي صبر 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 هو داخل ويدخلوا يدوزوا لي السي الحاج هو راه السيد بغى يهضر معاك المهم قلت له ودي راه كنكري لي سيت ويب قال لي ولدي راه كيجيو عندي بزاف وراه صداني ولكن ماشي مشكل قول لي فوقاش نتلاقاو قلت له فوقاش ما بغيتي ماش في ديسپونيبل تلاقينا لا غد ليه انا تالمون كنت باغي نشد داك البروجي سكو في داك الليله وجدت سبعه ديال لي موديل ديال لي سيت ويب تي ماجين سبعه ديال لي تومبليت اللي وجدت باش ما راطيهش وجدت له لو سيغام وجدت له لو لوغو وجدت له لا كارت فيزيت وجدت له الفلاير بون جي في اون وي بلانش justement غير باش ما نراطيش دونك لاغد ليه فاش تلاقيتو اي تو قلت له المهم بديت كنوريه وجيتي ستريس كنت مستريس دونك قلت له قال لي ولدي شوف غير تكالما راه غادي نشري عليك غير بلاتي قلت له راه غادي قال لي غادي نشري عليك المهم فاش بدا كيقول لي قال لي شحال الثمن ديال هذا الشيء ماشي انا في ديك اللقطه ديال قال شحال الثمن شوف الطريق بداو كيدوروا لي لي شي في راسي وانا نقول له ما عرفتش ولكن جو بونس نديروا لك ب 4000 درهم قال لي شوف راه قالوا لي قلوا ولكن ماشي مشكل انت جان غادي نعاونك ابخي قال لي نعطيك اون افونس قلت له اعطيني اون افونس راني محتاج اون افونس وانا كنت محتاج اون افونس باسكو ايماجين انا في كازا وما عندي والو ما عندي حتى ريال دونك شحال عطاك عطاني 2000 درهم وهذا الشيء كان في الدراري اللي في كازا كان في السيكا فريدو ديال بولفار دونفا خصك تعرف انا كيفاش خرجت من السيكا فريدو ديال بولفار دونفا الا كتعقلوا على واحد اللقطه في واحد الفيلم سميتو ذا بيرشوت اوف هابينس ديال ويل سميت كان كيبيع داك الماتيريال ديال الميديكال وفاش جا خارج واكروشا داك لو جوب صدق الي طون ريكروتمون وتاكرو هذا عطاف فاش دار هكا و سي اكزاكتومون لا ميم سونساسيون كو جافي سيتي اون ريوسيت امبورطون pour moi surtout parce que ça m'a sauvé hachi sauvé arabia العربيه راك ترجع بالمشاعر ديالك اش من عام هادشي وقع لك هادشي مع صراحه 2012 صلاح كان في عصر الزلط دونك كانت في عصر الزلط اكزاكت مع شي خويا راه ما كانش عندنا حتى باش نتغداو باش نقولوا الصراحه المهم انا يا سيدي فاش بديت صراحه سما اونكوراجي هادشي شجعني انني نكمل دونك بديت كنشد دي سيت ويب هذا ولكن جافي بوكو دو ديفيكولتي كنت كنلقى صعوبه باش نشد لي بروجي واحد المره عاوتاني كملت داك السيت ويب وكنت غادي في المعارف وهو عيط لي حسن غير باغازار كان في القهوه عيط لي حسن قرا معاه فان كان فلونس جي دي كو كنت نعرفو انا دو فيو زعما فيزاج ايوا قال لي كاسكو تو في وكدا عاودت له ليستوار ها واش راني ندير ها واش راني ندير دوكو قال لي شوف انا راني خدام فواحد لا سوسيتي ديال لي موبيليه وحنا نقدروا نحتاجو ان سيت ويب صافي هي هذيك مشيت تلاقيت معاه وجدت له تا هو شي سبعه ديال لي سيت ويب راني عاقل على الديريكتور اللي كانت مايتو وجدت له سبعه ديال لي سيت ويب وكان بريزونتي له وعجبتهم ايتو وقال لي حسن وصافي سي بيان هادشي صيفط لنا دوفي صيفط له دوفي في 5000 درهم عيط لي حسن وكيسب كيقول لي واش انت هبيل واش انت خدام مع سوسيتي ايموبيليير وصيفط لي دوفي في 5000 درهم واش باغي تحشمنا مازال عاقل عليه طلع صاحبي واش تبيع الخبز قال لي واش كتبيع الخبز انا ما كنتش كنت نحشم تي فا باسكو سي فاسيل نورمالمون داك خان سيت ويب ايوا سيدي هي هذيك قلت له واخا شحال ندير في الدوفي قال لي فدير فيه 25000 قلت له واش انت هبيل 25000 بوغ ان سيت ويب راه حرام قال لي دير 20 قلت له ما نقدرش ندير 25000 غادي ندير 17000 جو مي رابيل تري بيان المهم صبت له دوفي فيه دخلت لجوجل بعدا باش نتعلم كيفاش كيصاوبوا دوفي صبت له دوفي فيه 17000 وصوفت له المهم صوبنا اون افون عطانا اون افونس وصوبنا له السيت ويب عيطت لحسن قسمت معاه هو حسن عجبو الحال قال هادشي فيه قسم هو يدخل معاه ولا شي فرقه زعما تشوف
وعندو الحق اشي المهم داك النهار بدينا كنجدو لي سيت ويب، هو كيدير لا بروسبكسيون، انا كنخدم هو يدير لا بروسبكسيون كنخدم، وبدينا كنجدو لي سيت ويب ب 10000 15000 20000، شويه واحد النهار هو يشري الطوموبيل، هو اللي شرى الطوموبيل في وجده كامله، وقال فلوس الشي كامله شرى الطوموبيل، وحنا نمشيو لواحد لاسوسياسيون قال لك حنا راه عندنا دي بيدجي ايتترا، وقلنا لهم واخا با بروبليم صاوبوا لكم سيت ويب بيتو، وصفنا لهم ان دوفي ديال 40000، قال لك لا راه اون دي بيدجي خصنا هادي وخصنا هادي، صوبنا لهم ان بيدجي ديال 120000 درهم، و سيتي لو برومي بيدجي ديال شنو هي 12 مليون فداك لي بوك، راه هادشي كتهضر على لوغاف، المهم 12 مليون صافي صوبنا السيت وفرحانين ولابسين كرافاتات وغادي فداك لاسوسياسيون وخدمنا معاهم صراحه سيتي اون تري بون اكسبيريون. صافي من تما بدينا كان شويه بشويه 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 بدينا كرينا لونتربريز الاولى ستابيليزيناها، لونسا حسن لونتربريز الثانيه، جا عندي قال لي واش لونسيو ماسيناخت، انا باش ما نهضرش بزاف غادي نعطي هو لا بارول يهضر على ماسيناخت باش ما نديروش الوقت، المهم خصك تقول له ما حسن نهار جيت تقول لي لونسيو ماسيناخت، وانا نقول له واش انت مصطي في المغرب شكون غادي يشري لك دي طابلو، واش انت هبيل، واش صافا مارشي تشكم قلت المهم ولا تيسور باش كنت نقزت ياك نورمالمون لا سوسيتي الاولى اللي كريتيها شنو هي سيت لا لا اون لافي ابلي موناتاس اللي هي اللي رجعت سميتها ريتش ميديا قبل ما نبيعوا دي اكسيون فيها دونك في الاول سميتها موناتاس اون كومونسي ب 3 بيرسون وشوي شوي بدات كتغرامبي ليكيب حتى الحمد لله اوجوردي اون 19 بيرسون في المغرب 5 الناس في فرنسا دونك في الاول الا كومونسي بيتيت ا بيتي كنا كنشدو دي سيت ويب ديال لي اجونس دو فواياج لي اجونس دو لوكاسيون دو فواطور وشوي بشوي ولينا كنشدو دي غران بروجي دي غران بروجي ولينا كنخدمو مع دي ملتي ناسيونال ولينا كنخدمو على انترناسيونال خدمنا في دبي خدمنا في لندن خدمنا في يو كي فان في شدينا دي سيت ويب ديال لوسترالي دايوغ الى عقلتها حسن هما اللي كانوا اول كليان كيخلصنا بالبيتكوين و... بالبيتكوين خلصنا بالبيتكوين هذاك اللي كنا كنلعبوا به الشات بولات ياك حسن ماركش نادم عليه بزاف كجلا البيتكوين هذا سي تي نوت هيستوري شحال اجي شحال تخلصتوا حسن قول لي شحال تخلصتوا من بيتكوين عطانا سيما ميموار لي بون عطانا 35 عطانا المهم سي تي اون فالور باسكو دخلت شت الوالت سي تي اون فالور ابسولي اوجوردي ديال شي تقريبا شي 3 مليون درهم وهي كانت ساويه 2000 دولار تي كومبري ودابا عطاتنا 3 مليون درهم حنا ولكن 300000 درهم 300000 دولار دابا ولا 330000 تقريبا 3 مليون ديال الدرهم تبارك الله عليك السي صالح شنو كنت تلعب بها قلت لي الرولات كنا نلعبوا بها الرولات تبارك الله حسن دونك اول مشروع دونك شكون ديال من كانت الفكره ديال ريتش ميديا في لا فيرسون الاولى ديالها ديالك ولا ديال صلاح سيتي اون ميديا بارطاجي نتشوك انا وياه قلنا وقلنا فوالا يفوا ستوكري لا شوط نقدوا هادشي هذا نقدوا شركه ديالنا اكسترا وصافي وجات الفكره وبدينا دونك ريتش ميديا اسمح لي انا ما كابطيتش السميه ديال الشركه الاولى ديالكم دونك سميتها ديجيتال موناتاس ديجيتال موناتاس ادفرتايزين هي اللي كانت السميه ديال الاولى داير هي باش بدينا كاع مورا راه تكريو شركات اخرين ولكن هي لا باز هي اللي دابا ريتش ميديا دونك في الاول كانت الخدمه ديالكم غير لا كرياسيون ديال لي سيت ويب صافي هادشي اللي كاين الو حيت خصك تعرف واحد القضيه راه اونيتي جون حنا كنا صغار كان عندنا 23 24 عام يعني حنا كان عندنا المؤهلات ديالنا كانوا صلاح الدين في الكرياسيون ديال السيت ويب وانا في الماركتينغ وفي البيع وفي الديزاين كنت نفهم شويه في الديزاين فوتوشوب اكسترا وكملوا بعضياتنا يعني ولكن حنايا كان عندنا واحد المايند سيت اللي هو حسينا ولا شمينا بانه لو ديجيتال راه غادي كيتطور يعني اشاك فوا بدينا كنتعلموا الادوردز بدينا كنتعلموا الفيسبوك من بدا من 2014 يبدا الفيسبوك بدينا كنتعلموا ليه بدينا كنتعلموا الايميلينغ بدينا كنتعلموا يعني عشر ما قريناش في المدرسه ولكن تعلمنا بالاكسبيريونس كنا كنجلسوا مع اي كليون كنشوفوا شنو هو الاحتياجات ديالو البوزوان ديالو وكنمشيو نفكروا حنايا كيفاش غادي نجاوبوا على داك البوزوان ديالو وكنفكروا كنقلبوا في لي بلاتفورم ونشوفوا كنمشيو عنده فلان ها انت نقدروا نجيبوا لك كليان بهذه الطريقه بجوجل ادوردز كنقدروا نجيبوا لك بفيسبوك ديك الوقيته راه فيسبوك في 2014 ولا 2015 فيسبوك راه كان والو راه كان ما كانش عنده بلاتفورم بوبليسيتير كان باور ايديتور الا راكو عاقلين عليه شحال هذا يعني ما كانش بيرفورمون كاع كان اللي تقول له فيسبوك يقول لك هاك هي تضيع الفلوس
كان ايميلين كان ديك الوقيته خدام مزيان، كان جوجل ادوركس في لا فيرسون ديال الاولى. يعني هادشي كله حنا كنا اوتوديداكت، كنا كنتعلموا. لافونتاج اللي كان عندنا ولا نقدر نقول الميزه اللي كانت عندنا، حنايا شنو كنا كنديروا؟ حنا هادشي ما قريناهش، وما كانوش لي فورماسيون في يوتيوب بحال دابا. ديك الوقيته ما كانش تدخل يوتيوب دير اي كوم دروب شيبينغ ولا هذا تلقى لافورماسيون، ما كاينش. حنا كنا كنمشيو عند الكليان وكنشوفوا السوق شنو باغي، وكنمشيو حنا نقلبوا على حل، وكنمشيو نقول لهم فوالا ها هو. اللي كنا كنصوبوا لي سيرام، لي سيرام اللي دابا راه ولاو عاديين ساهلين هوب سبوت اكسترا، ولكن ديك الوقيته راه كانت شي حاجه اكسترا اوردينار. كان كيصوبوا صلاح بالكود مسكين كيبقى هكا الليل كامل سهران عليه ويصوب سيرام، فهمتي؟ وحنا ونصوبوا له الديزاين ونمشيو ونديروا له فونكسيوناليتي ونبدلوا ونعاودوا ونصوبوا هذا. يعني انا كنقول لا فورس اللي كانت تيكو حنايا كنا كنشوفوا السوق شنو باغي، عاد كنجيو حنايا نادابتيو كنقادو السيرفيس ديالنا. فهمتي دابا السي محمد في كاين النقطه ماشي اللي خلانا نزيدو يعني قدام، يعني كنشوفوا السوق شنو بغا وكنرجعوا كنفكروا هو بالتكنيك وانا بالماركتينغ مانجمنت، كنفكروا في الشيء حل وكنرجع عند الكليان ها كيفاش غادي نديرو. مرحبا. وكليان الاول الثاني الثالث هذا ساتيسفي كيصيفطك عند الاخر. وكما قلت صلاح الدين حتى ولينا كنخدموا مع شي شركات والله العلي العظيم ماشي دوك الشركات 2014 ولا 2013 نفوسلي لهم ما يقبلوني، ماشي ما يقبلوش السي في ديالي ما يشوفوهش. دابا نمشي ونمشيو نجلسوا مع لي ديريكتور ديالهم اكتتاه كنبقى نقول شوف فين كنا وفين ولينا. هادشي غراس حيت حنا خدمنا على راسنا، راه هادشي اللي خص الناس لي جون خصهم يفهموه. انا بغيتي توصل هذا خص تخدم على راسك، ماشي تبقى تلوح تقول لا هذوك الناس عمر ما راه خدم على راسك انت، كون واعر ولا ديفلوبي لي كومبيتونس ديالك وهما يجيو يقلبوا عليك. راه ما كاينش شي شركه كبيره في المغرب ما خدمناش معها لاجونس ريت مي دي، راه بلا ما نبقى نقول لك يعني راه كاين شركات كبار في المغرب عمرنا ما كنا غنقولوا غنخدموا مع دوك الناس ولا حتى غادي غير نخدموا، ماشي نخدموا معاهم اونطوكو، غير نخدموا عندهم. وي نخدموا عندهم باش نخدموا نخدموا عندهم. بون حنا ما نديروش لا بيبليسيتي لان الشركات اللي كتكلموا عليهم راهم شركات ما غاديش نقولوا السميات لا، ولكن ماشي مشكل لان احنا ما عندنا ما تبعنا لا هاكا اللي غادي تحاسبنا لا والو. دونك تقدر ما نقولوش السميات وصافي، تقدر فاسيلمون تذكر هاد الاسماء ما كانش مشكل، حنا ما عندناش بروبليم. دونك هادي كانت البدايه ديالكم مع خلينا ديما نذكر كلمه ريتش ميديا. نقدروا نتكلموا على ريتش ميديا نساليو بها وندوزوا لحاجه اخرى، او لا نمشيو لي بروجي اللي خدمتوا عليهم ونرجعوا لريتش ميديا، لان ريتش ميديا بعتوا واحد لابار لشي شي شريك جديد ديالكم. زعنا لواحد الجروب فوالا دونك سان جروب اللي دخل معنا بالنص، دونك خدا النص ديال الكابيتال وديفلوبينا طورنا الشركه وكبرنا ليكيب ودرنا لي لوكو المقر ديال الشركه. خصنا نهضروا علاش دخلنا دي زاسوسيا حسن جو بونس باسكو سي امبورطون باش نشرحوا فوقاش خصنا نبيعوا لي زاكسيون ديال اون انتربريز وعلاش وفوقاش كضطر. اولا انا صراحه كنا تلاقينا مع واحد لاسوسي لا عقلتها حسن، كنا تلاقينا معاه فواحد السيمينار سيت ان انديان وقلنا ما عمرك ما تربي لي كبده على لونتربريز جونغ ما عمرك اون سوسيتي اللي تشري اللي صديق تكريها وتقول سا سي ما بواط جو مون فو جو لا غاردي، ما عمرك ما دير هاد لو كومبورتمون. بوكا باسكو اي شركه تقدر تطلع وتقدر تهبط وخصك تكري دوت انتربريز اي سي سا لونتربرونيا فينا هادي الشيء اللي كاين. رانا الفكره سي كو حنايا ان سيرتان مومون ما كناش كنقدروا نخدموا مع دي ملتي ناسيونال كبار. علاش؟ باسكو هاد لي ملتي ناسيونال الكبار كيعطيوك دي بيدجي ديال 5 د المليون ديال الدرهم مثلا 500 مليون سنتيم وخصك تشري الادز وتستنى ابري 4 موا عاد كتخلص باش تاخذ لا مارج ديالك اللي هي بوتيتغ 1 مليون بوتيتغ 500 ميل سا ديبون. حنا ما كانش عندنا داك لو فون درولمون كافي في داك لا بيريود. هادي المساله الاولى. والمساله الثانيه ما كانش عندنا اكسيل دي ملتي ناسيونال كبار بحال مثلا نيستلي ولا كوكاكولا ولا بيبسي ولا باغ اكزومبل تخدم مع جو سي با تخدم مع كي ايكيا باغ اكزومبل. دونك هادو سي دي زونتربريز اللي صعيب باش تدخل لهم. والشباب اللي ديما كيطرح لي هذه المساله هذه راه سي ديفيسيل باش تدخل لهاد لو تيب دونتربريز باش تخدم معاه سي ايبر ديفيسيل باسكو غي لا بروسيدور باش تخدم معاه راه فيها لو ريفيرونسمون دو لونتربريز هي انك خصك تريفيرونسي عندهم بعدا غير باش يبيتشيوك. يعني البيتش هو باش يعيطوا لك باش تبوستول ولا تسوميسيوني لواحد لوفر ولا واحد لابيل. دونك سيتي با ايفيدون.
المساله الثانيه سي كو كنا كنلقاو دي ديفيكولتي ايغالمون او نيفو ديال كنا كنلقاو صعوبات في لي زابيل دوفر ديال الدوله حتى هما ما كناش كنشدوهم ما كناش كنقدروا نشدو مينيستير دو لا سونتي مينيستير دو لا فينانس وزاره التجهيز والنقل وزاره الصحه وزاره الاقتصاد والماليه وداكشي ما كناش كنقدروا نشدوهم دونك كان خصنا ان فون دو رولمون اخويا فون دو رولمون غير قولها انت رجله باسكو لا لا فون دو رولمون ما عندنا ما غادي نقولوا لا حول سيولة واقيلا جو بونس سيولة سيولة عندنا سيولة وكذا دونك هذا هو علاش اون ديسيدي دو فوند واحد 50% من الكابيتال ديال لونتربريز اللي جانا صراحه اللي هما ديبوزاو ان بون مونطون في ديبوزاو حطوا واحد المونطون كبير في في في, في الشركه شركه و او ميم طون حلوا لنا البورتفوي ديالهم بورتفوي كليون باسكو هاد لاجونس هاد لو جروب اللي تافيليينا له كان خدام مع هاد لي ملتي ناسيونال دونك سهلنا الماموريه اننا نقدروا ناكسيديو لهاد المساله هاد وعطانا واحد الكاش فلو لي نوزا بيرمي لي لي ريكروتو دوت انتربريز ياك حسن دونك غراس على سيكيب ونكبروا ليكيب فوالا ونحلوا دوت انتربريز دونك الحمد لله هاد لا ستارت اب اون لا ستابيليزي ستابيليزيناها وقدرنا نشوفوا دوت انتربريز دوت انتيتي اننا نحلوهم باش نقدروا نديفيرسيفيو البيزنس يعني نوعوا شي شونس للبيزنس الوغ هذا هو اللي بغيت ناكد عليه السي محمد سيكو سي تري امبورطون انك واحد لونتربريز تكبرها وتبيعها ولا تدخل فيها اسوسي ولا تدخل ان اسوسي ودير فيها ان ديريكتور جينيرال و tu passes à autre chose oui donc mais il faut trouver les bons associés un bon associé بحال حسن شوف انا دابا جالس صوفيت الف مراكش برا هو جالس خدام اليوم وهانيه دابا انت حطتني دابا انت حطتنا في واحد الموقف راسك tu comprends le truc اه شوف بما انك دير انا باش كل خدام بي لايك حسن فهمتي وشوف على ذكر ذلك دابا الحاجه اللي نتوما كتكملوا بعضياتكم حسن كوميرسيال الكومونيكاسيون حتى انت عندك مع الماركتينغ مزيان الماركتينغ ولكن صالح الدين حتى هو توجه بزاف لهذا الشيء ديال الماركتينغ والهضره بزاف ويعرف يهضر فهمتوا ويعرف يلبسك داك الشيء اللي بغا ومن بعد يخوي بيك انا عارف الكود انا عارف الديجيتال ماركتينغ انا تعلمنا وتعلم مني ولكن في الوسط كاين حوايج اللي خصنا نتكلموا عليهم اللي عندهم علاقه بالشركه حسن اش كدير انت اللي ما كيقدرش يديرو صالح والعكس لان كتكلموا على ان كومبليمونتاريتي كنتكلموا على شي حاجه سميتها تكامل ولا كيفاش بغينا نسميه تكامل اكزاكت دونك يعني كيفاش قدروا تعطونا تقييم ديال لي كومبيتونس ديالك انت مقارنه مع لي كومبيتونس ديال صالح اللي يخليه الا جمعناهم جوج كيعطونا هاد لا كومبليمونتاريتي اللي كتكلموا عليها دابا سي محمد انا قلت لك لا كومبليمونتاريتي في 2013 دابا بقاش كومبليمونتاريتي راه حنا نديروا كلشي يدير كلشي شوف انا راني سولتك هذا السؤال وراني عارف علاش سولتك هذا السؤال اجيني من الاخر لا تحبك وجاوبني لا 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 شوف غادي نجاوب الوغ لا كومبليمونتاريتي ولا التكامل كما قلت لك كان في 2013 2014 كان انا بروفيل ماركتينغ كنفهم في الماركتينغ كنفهم في الكوميرسيال كومونيكاسيون هو بروفيل تكنيك وكرا مع الوقت داكشي تطور دابا لحد الان دابا راه هذيك ليكزيكوسيون ولا كيفاش نقدر نقولها بالعربيه علاش يعني معليش غير سير يعني الخدمه اللي راه دار دابا راه ماشي انا ماشي هو اللي كيديرها باش يكون واضح انا دابا انا وياه وني دي شيف دونتربريز وني دي انفستيسور وعندنا دي زونتربرونور يعني حتى في التكنيك ما بقيناش نلقاتو بزاف وحتى يعني اون انترفيو كندخلوا في الجماعات ولا في دي ريونيون مع كليان اكسترا حاليا كما قلت لك دابا لي بروفيل ديالنا بحال تقاربوا هو تعلم الماركتينغ كومونيكاسيون وانا تعلمت التكنيك وحنا غادي نقول لك راه كوما مرا 7 سنين ديال العشره راه ماشي لا تبارك الله واخا تبارك الله 7 سنين راه 7 سنين لان المشاكل بصفه عامه في حاله ديال الشراكات كيبانوا في البدايه في الاول كيبداو يبانوا المشاكل سي محمد بس محمد نشرح لك باش نهضروا على الشركه دابا نهضروا على الشركه اشنا هما راه بزاف ديال الناس جو بونس في هذا الفيديو هذا غادي يبغيو يسمعوا هذا الشيء الشركه باش تكون ناجحه اول حاجه ماشي تمشي تقلب على صاحبك حيت صاحبك ولا حيت كيضحكك ولا حيت عزيز عليك في المدرسه راه هذا لي زافير البيزنس لونتربرونيا داخل واحد المعامل واحد اخر اللي كبير اللي هو شنو هو سي محمد داخل فلوس ا بيان سور
هذوك اللي كيفرقوا، هذوك اللي كيفرقوا الحباب. انت فهمتيني، يعني داخل واحد المعامل كبير، واحد الحاجه اللي عنده واحد المعامل كبير. يعني هنا خاص انت وهذاك اللي غتشارك معاه، اول حاجه ماشي بجوج بكم عندكم الميم بروفيل. كاين شنو كيوقع، كتلقى واحد جوج ديال لي زانجينيور كيمشيو يديروا شركه، وبجوج بهم كيديروا لا ميم شوز. وشكون اللي غادي يمشي يجيب كليان؟ شكون اللي غادي يمشي يدير؟ شكون اللي غادي يدير الحاجه الاخرى؟ هذا واحد الخطا كيديروه. ثاني خطا اللي هو خاص تكون عندكم لا ميم فيزيون، يعني تكونوا بجوج بكم كتفكروا، يعني الا كنتو كتفكروا قريب راه كتفكروا قريب، الا كنتو كتفكروا بعيد كتفكروا بعيد. بحال دابا انا وصلاح حنا انا وياه كنفكروا بعيد، وانا وياه كنقولوا الا افونسينا الا زدنا خص نزيدوا بجوج، يعني ربحنا خص نربحوا بجوج، خسرنا خص نخسروا بجوج. هاد لا فيزيون خص تكون عندك، يعني باش انك ما يكونش لك كونفلي. حيت شنو كيجيب لك كونفلي؟ يعني الخلافات ما بين الشركاء باش انهم يتفرقوا، يا اما الفلوس، يا اما واحد باغي الفلوس، باغي الفلوس يخسرهم دابا، واحد باغي باغي يخليهم في الشركه، واحد باغي يستمر هنا، واحد يعني ديما الفلوس باش نكونوا واضحين. يعني اذا كان عندكم واحد لا فيزيون، واحد الرؤيه بعيده، انت وصاحبك كتقولوا هذه الشركه خصنا ندبروها ونطوروها باش من بعد نبيعوها، ولا باش من بعد نديروا بها ونفعلوا بها، يعني كتبقاو تقولوا احنا اتفقنا على هذا الشيء، ها كيفاش غادي نبلانيو وغادي نوصلوا. دونك لا فيزيون الدراري، الرؤيه خصها تكون موحده ما بينكم، وما تكونوش ما تكونش حيت صاحبك عزيز عليك، ولا صاحبك يضحكك، ولا صاحبك كتخرج معاه كتسافر معاه صافي راه خصك تشاركي معنا. راه هذا خطا كبير، حيت نهار كيدخلوا الفلوس كتلقاو راسكم ما كتفاهموش. دونك حنا انا وصلاح من ديما ملي بدينا الهدف ديالنا واحد، اللي هو خصنا نكبروا في الدومين، نديروا بلاصتنا في الدومين. وجينا من بلاد بعيده، وجينا من كما قال لك صلاح من دي فامي تري تري موديست، عائله جد عاديه، زعما راه ماشي ولاد فاميلا كما يقولوا، ولا باوتنا خلاونا ما خلاونا باوتنا والو. جينا تقاتلنا وعرفنا راسنا بان راه خصنا نخدموا باش نديروا، خصنا حنا نطوروا راسنا باش نديروا شي حاجه. وجينا لكازا وقلنا خصنا نديروا بلاصتنا، وخصنا حتى حنا نديروا شركه، ونكونوا بين الشركات الكبار ديال كازا، ونخدموا مع دوك الناس الكبار، وخدمنا على هاد لا فيزيون هادي، هاد لا مونتاليتي بقينا كن، يعني هادي قدام عينينا وحنا خدامين، ما كنتحاسبوش في الفلوس ولا دخلتي هذا. المهم عندنا هو ان نطوروا ونزيدوا القدام، حيت الا زدت انا حتى صلاح غادي يزيد، ولا زدت صلاح حتى انا غادي نزيد. هذه هي مفهوم. مفهوم. دونك من بعد دابا ملي بعتوا لا مواتي ديال لا سوسيتي ديالكم، بحال نقول لقيتوا الوقت باش بيان سور كبرتوا البروجي، بيان سور كبر لان رجعت ليكيب كبيره، رجعوا لي بروجي كبار الى اخره. عندكم الناس اللي كيخدموا معاكم كيجيروا لي شوز، الخدمه كتمشى بين قوسين بوحدها، وخدمتوا على دي بروجي اخرين، لان ما يمكنلكش تلاح على بروجي اخر وانت ما قادرش تقوم البروجي الاول ديالك. فشنو كان لو دوزيام بروجي اللي خدمتوا عليه، الشركه الثانيه؟ الو جاوب صراحه ولا نجاوب انا؟ اللي بغيتو واحد فيكم يجاوب. الو راني نجاوب انا. شوف دابا حنايا ابخي واحد 3 اون 4 اون من لونتربرونيا فهمنا واحد القضيه، حيت ان اونتربرونور ولا مقاول راه الي توجور سالاري بالوي ميم، حيت كيبقى خدام عند راسو. بفات بانك راك داير شركه ديالك، طوب هذا بانك ليبر 100%، حيت راك خدام عند راسك، وراك خدام عند كليان، وخصك ترون دي سيرفيس، وراك خدام ليل ونهار. حنا واحد الوقت انا ضربناها التمار هذه، وعشنا واحد الوقت لها بدات كتقاد شويه القضيه، فكرنا قلنا سي اون فو ديفلوبي، الا بغينا نطوروا راسنا ونطوروا لا سيتوياسيون ديالنا، خصنا كيفاش نقولها لك، خصنا نتليبيراو شويه، خصنا حنا نبقى عندنا الوقت شويه، حيت خصنا نوليو دي زانفيستيسور ما بين قوسين، يعني تخدم على بزاف ديال المشاريع باش انك باش تزيد قدام. يعني الا بقيتي على واحد راه ما يمكنش، الا بقيتي خدام اونتربرونور في حاجه وحده راه بحال خدام في شركه، فهمتي؟ واخا عندك شويه الحريه وراك راه باقي خدام، يعني انا كتولي مستثمر. اها شنو وقع صلاح؟ فهمتينا السي محمد؟ حسن مشى عندك بروبليم. انا معك جاك شي ابل واحد ابل صافي داك فهمتي المهم هذا السيد اللي راه يعيط لحسن الله يرضى عليك، خليه يسالي معنا اللايف. ها الو وي سي بون دابا راك معنا صافي، اسمح لي. لا دونك فهمتي هذه النقطه ولا نزيد نشرحها؟ لا كنتقطع الصوت، ما
عاود دونك كنت كتكلم على خصنا نديرو شي حاجه اخرى نخدموا عليها باش ما بقاوش لي البروجي الاول. دونك لقينا راسنا باش نطورو خصنا اننا يكونوا عندنا مشاريع اخرين. من هنا جات الفكره ديال ماسينا كويما اللي قال لكم صلاح الدين. كان سيت الاول سيت في المغرب اللي كيبيع لي طابلو سير انترنت. والفكره كما قال لكم صلاح في الاول ما كنعرف حنا ديما كيكون عام مشروع كنبقاو نجلسوا بعضياتنا انا وصلاح الدين فاس فاس كنبقاو نتذكروا ونشوفوا كل فكره كيفاش كندرسوا بزاف الافكار. وهذه الفكره دي انا كنت شاد فيها بزاف وصلاح الدين تحل في الاول قال لي لا ماشي فكره مزيانه. انا كان عندي واحد هذا الشيء كان في 2016 انا شفت انا نقول لكم ميشان شنو وقع. انا شفت واحد الرابور ديال الجوميا انا نقول السميه ديال الشركات واخا ماشي مشكل ما عندناش مشكل الانسان يستافد. دونك شفت واحد الرابور ديال الجوميا ما بين 2015 و2016 كيقول بان الاي كوميرس في المغرب دات 300% ديال لا كرواسونس. 300% باش زاد ما بين 2015 و2016. قلت لصلاح الدين او دير الاي كوميرس راه هذا السيكتور اللي راه غادي مزيان. ديك الوقيته راه ما كاين لا دروب شيبينغ لا والو. يلا بدا كيبان الدروب شيبين بدا كيبان هاد الايكوم لوكال ما كانش. قلت صلاح الدين راه خصنا نديرو شي حاجه حتى حنا نديرو صبعنا في الايكوميرس من الاخر. بيان سور صلاح حنا ما نقدروش نديرو جوميا وما نقدروش نديرو حتى شي حاجه. وهنا الو وي كنسمعك ازيد اسمعوني. وهنا انا كان الاخ ديالي عنده واحد دار واحد الشركه ديال الطباعه اللي دخلت معاه انا دروب كوتي من جهه اخرى فهمتي. هذه ما دخلتش فيها صراحه. المهم كنت انا استمرت مع واحد الاخ ديالي في واحد الشركه ديال الطباعه هنا في كازا. فكرت قلت له صلاح باش نطوروا الشركه ديال خويا غادي هو يطبع الطابلوات يصاوبو وحنا نبيعو اون لين بليكيب اللي راه عندنا ديجا. ودونك الفكره بدات والحمد لله ملي بدات وهي نجاح على نجاح الحمد لله. دونك واش هي ماسينارت؟ هي ماسينارت قايمة. ولكن دابا صلاح راه معاك في ماسينارت. حيت انت في الاول دابا في الاول بديت انت مع اخوك في شنو الفكره فاش بديت انت مع لا خويا كيدير لا برودكسيون. لا خويا انا وخويا هو عند شركه كيدير الطبيع لا برودكسيون لي ماشين. يعني هو انديبوندون عليك؟ لا هو انديبوندون هو راه غير يدير لا برودكسيون ولكن البيع والاي كوميرس والسيت وتوتسكي ديجيتال سي لاجونس ديالنا انا وصلاح. هو فورنيسور ديالكم بين قوسين يعني الا بغينا فورنيسور فوالا انت راك فورنيسور مفهوم. دونك هذه ماسينارت. ماسينارت شحال في عمرها دابا؟ تكريات في 2017. 2017 يعني نقولوا 3 سنين ديال الخدمه. سنين و ديال الخدمه ديال الخدمه يعني ديال الخدمه. الوغ كان صالح مؤخرا كان لاح دي شيفر ارقام على النتائج ديال ماسينارت في 2020. الحمد لله كانت نجاح كبير سورتو مع هاد كورونا. حنا عاوناتنا كورونا الحمد لله الناس راه متشكاو من كورونا. حنا في الديجيتال راه حنا نقولوا الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله. هي الفكره هو انه نتوما كتبيعوا لي طابلو و ماسينارت كتكتب ام ا 2 اس اي ان ا ار تي بالنسبه لماسينارت حنا جينا في واحد المرحله ديال كورونا اللي فيها ازمه اقتصاديه اللي فيها بزاف ديال الامور. ورغم ذلك حنا كنتكلموا على ماسينارت اللي كتبيع لي طابلو يعني كان استهلاك ديال لي طابلو رغم الازمه بين قوسين. لان حتى الاولويات ديال الناس ولا ديال الاستهلاك في هذه المرحله هذه راه شويه تبدلات. ولكن رغم ذلك الا قارنا 2020 ب 2019 شنو نقولوا؟ واش 2020 كانت احسن من 2019؟ وي الوغ اللي صلاح الدين يجاوب على هذا. الوغ جوستومون على ود هذه المساله هذه خصني نشير لبعض صديق لي غومارك ولا ملاحظات. واحد الملاحظات لاحظتهم انا صديق في لو شونجمون دو كومبورتمون كليون اللي هو لو كومبورتمون كليون اللي هو بترجمها ولا اخويا غير باش تقول حيت باش ما تضرش فيا كتقول كومبورتمون كليون غير سير دابا غير سير كاستمر بيهافيور. يلا هي غادي نترجموها غير سير كولا بلونغلي. يلا خير زيد بارابور الكومبورتمون كليون لاحظنا واحد لي شونجمون سي كو اولا الناس بدات كتشري بزاف اون لين اي سا سي امبورطون. الناس ولات كثر لاشا اون لين كثر. حنايا في ماسينارت كنا عندنا واحد لو كونستان اللي هو le site web fait le paiement en ligne ou fait le paiement à la livraison, cash on delivery.
ou fait bien sûr le transfert bancaire pour les grands, les grandes commandes. Elle n'a pas les transferts bancaires, c'est-à-dire la personne est capable de faire transfert bancaire. Alors là, après le confinement, qu'on a dit 20-80, c'est-à-dire 20% des NES qui dosent des commandes en ligne ou 80% des NES qui réussissent la livraison. Alors que pendant le confinement, elle a dit que 30% parfois. Donc les constats hadou ils sont très importants حيت من هنا كنقدروا نشوفوا المسائل كيفاش غاديه. alors هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كاين également c'est-à-dire le trafic على le site web كبر. Le trafic على le site web كبر automatiquement. C'est vrai que le coût ديال la publicité طلع شويه, il faut le dire à الدراري, il faut qu'on le dise زعما d'une manière assez on va dire transparente, ouah, n'goula d'une manière transparente. Chafafia, le coût à la publicité dans le Maghreb, tla. On n'est plus, ma prenais, on a eu des doula émergente, li yallah katbeldi. Bah, je vais vous expliquer le coût à la masala, c'est que chhal hadi le coût à la publicité ou le coût ديال cost ديال conversion li huwa CPA ou la CP au niveau ديال CP c'est la même chose. Kan le Maghreb min dwal li rkhas bhal l'Afrique aujourd'hui, hit le coût ديال conversion li kan chhal hadi machi huwa le coût ديال conversion li huwa daba. Le coût de la conversion, par exemple, la conversion, parfois moins, parfois plus. D'abord, le coût de la conversion, c'est un peu plus. كلات مسبونسوريزيا الاخرى كتبيع لي ريستون مسبونسوريزيا الاخرى كتبيع جو سي با الاخر كيبيع لا لانجري مسبونسوريزيا الاخر عنده حلاق باربر شوب مسبونسوريزي تو كومبري كلشي ولا كيكليك على لو بوتون سبونسوريزي فاش كتكليكي كاع الناس كيكليكيو المارشي صادير لا باج اللي هو البروفيل ولا الفيد كيتساتورا بلا بوبليسيتي دو كو لو كو ديال الكونفرسيون كيطلع اوتوماتيكمون. في الافريك باقي كاين شي شويش ديال لا ديسپونيبيليتي وهادي نعطيها لكم غير واحد لو شيفر طري سامبل اللي انا عشتو في 2020 اللي هو لو كو ديال لو ليد اللي كنا كنجيبوه مع اون ايكول بغات دير لا بوبليسيتي ولو كو ديال لو ليد في لا موين كان كيتقام لي انا الباشولي كيتقام لي ب 5 دراهم 4 دراهم aujourd'hui qui te compte 8 9 10 14 18 على حساب ليكول. alors que في الافريك le coût ديال لو ليد في 2019 كان كنت كنجيبو ب 0.5 0.4 0.5 درهم ودابا كنجيبو تقريبا ب 0.5 0.6 دونك ما كاينش une grande différence. du coup كاين une opportunité monumentale في الافريك, il faut la saisir. في الماركت شي دوله اللي مازال لو كو ديال لا بوبليسيتي ديالها باقي رخيص راه il faut l'attaquer حيت كاين ان مارشي. alors هادي مساله. alors هادو من لي شوز اللي جي رماركي اللي لاحظتهم في 2020 c'est-à-dire pendant la pandémie, la crise de la COVID, etc. Alors, هادي مساله. مساله اخرى باش سولتيني واحد السؤال également على هذه القضيه هذه ديال 2020. اخويا كاينه واحد ترانسفورماسيون لتوت سكي اي كوميرس. غادي نحكي لك واحد ليستوار تري رابيدمون باش نفسر لك اكيل بوين الدومين ديال ديجيتال ما تبقاش وان الناس خصها تانفيستي في الديجيتال ويا دلا بلاص بور تو الموند كاينه بلاصه لكل شيء. سي كو حنا شحال هذه انا وحسن كنا كنلقاو بزاف ديال ديفيكولتي باش نقنعوا دي مالين شكاره دي ساجير دي زونتربرونور باغ اكزومبل عندهم دي زونتربريز اي تو انهم يكريو ان سيت ويب اي كوميرس مثلا كيتايا كيتايا سيبوزون كو ما كانش عندها سيت ويب في 2019 وهذه صراحه سي لا سيتوياسيون الوغ كو في 2020 مي شافوا لا بانديمي ايتترا ايز ايتي اوبليجي انهم انفيستيو في الديجيتال رابيدمون وانهم يريكوبيريو باش يتلونساو في الديجيتال ويريكوبيريو داك لو مارشي اللي غادي يضيع باسكو الناس ما بقاتش كتمشي لكيتايا بوندون لو بوندون داك لا بانديمي بوندون داك لو كونفينمون ما بقاتش كتمشي لكيتايا في التسميات صراحه غازون مي سا سي ان اكزومبل زعما هذا باسكو هادشي حسن راه تقال في البي ار هادشي راه مكتوب زعما في الجورنال سي ان كاد دوتيليزاسيون اللي تقال في الجورنال ولكن تي غازون
anyway alors هاد الناس هادو ولينا كنشوفوا بزاف ديال لي زونتربريز ولي زونتربرونور اللي ولاو اوبليجا انهم يتترانسفورماو للديجيتال ويلونسوا البيزنس في الديجيتال بحال ديكاتلون بحال نايكي بحال اديداس ايتترا كلشي تترانسفورما للديجيتال دونك الدراري ديال الانترنت اوتوماتيكمون ما تاثروش باسكو لا دوموند على لو نومبر ديال لي سيت ويب تزاد لو دوموند على لا دوموند على لي كومبان بوبليسيتير تزاد لا دوموند على الاي كوميرس تزاد الناس ولات كتشجع دو بلوز اون بلوس الا شفتوا لي شيفر غير ديال جوميا ما بين 2019 وما بين 2020 غيبان لكم الشغل الا شفتوا جلوفو كومون اي لا بو كوميم كيفاش قدر انه يامبليفي لي شيفر ديالو غادي يبان لكم المسائل دونك سي تري كلير كو كاينه واحد ليمرجونس وكاينه واحد كاين واحد لا ترانسفورماسيون كاين واحد التحول في لو كومبورتمون ديال لي كونسوماتور وفي لو كومبورتمون ديال لي زونتربريز حتى الشركات تبدل لو كومبورتمون البيهيفيور ديالها دونك نرجع للسؤال ديالي هادشي اللي تكلمت عليه لي شيفر الا مشينا نقراو لي شيفر ديال السيمي ديال السونتر مونيتير انتر بونكير غادي يعطيك يعطيك ارقام على الاستعمال ديال لي كارت في الاي كوميرس الى اخره غتلقى بانه كانت واحد الطلعه كبيره شكون اللي طلق كنسمع ليكو كيرجع لي ليكو ما عرفتش البروبليم ولا بون كيرجع لي الصوت دونك غادي نلقاو بانه الناس رجعت كتخلص بلي كارت بونكير بطاقات البنكيه بسهوله يعني كيف كنقولوا الكومبورتمون تبدل يعني ما بقاش هذاك التخوف بزاف من لي كارت وهذه المساله هذه وقعت في 2020 بطبيعه الحال حنا كنتكلموا على ماسين ارت كتبيع لي طابلو وكيف قلت لك حنا 2020 كانت سنه ديال الازمه اقتصاديه يعني الناس عندها اولويات ورغم ذلك حنا كنشوفوا بانه ماسين ارت قدرت انها تكبر يعني لو شيفر دافير ديالها طلع مقارنه ب 2019 ياك هذا هو هذه الملاحظه وي فزعما واش نقدروا نتكلموا على شي تفسير واش الناس قنطت يعني فريمون يعني كيفاش تفسر بانه الماركت ديال الطابلو يكبر يطلع في واحد المرحله ديال الازمه اللي فيها اولويات انا عندي لك جواب السي محمد الو اول حاجه كونفينمون الاي كوميرس اون جلوباليتي طلع في العالم كامل ماشي غير في المغرب دو حنا نقدروا نقولوا جو بون لان لا سيبل ديالنا ولا الناس لي كليان ديالنا واحد طبقه ولا واحد الكاتيجوري اللي ما نقدروا نقولوا ما تمسش بزاف يعني بكورونا يعني واحد الكاتيجوري اللي شويه ميسوره وعندها راك فاهم يعني ماشي شي طبقه اللي ماشي يعني عامه الشعب واحد الطبقه اللي زعما ما كانتش تقاس بزاف بالازمه ديال كورونا تتفق معايا ولا لا لا هو غير باش نتفقوا حنا كنتكلموا على في المغرب كاين الطبقه المتوسطه وكاين الطبقه المتوسطه كاين الطبقه المتوسطه والعاليه هي اللي كانت كتشري لي طابلو حنا ما نتكلموش على هذيك الكاتيجوري اللي الفوق لان هذوك عندهم كما كنقولوا واحد القدره الشرائيه اللي مرتفعه حتى الطبقه المتوسطه للاسف 2020 كلات العصا بزاف لان كاين واحد المشكله كبيره ديال ما نساوش بلا الناس سورتو في الكوتي في الكوتي ديال لي طابلو ديال الموبيلي باسكو عاد غنهضروا على تروازيام بروجي اللي لونسينا انا وحسن اللي بغينا نتلونساو انا وياه في لامبور اكسبور بغينا نجربوا لامبور اكسبور دونك مازال ما هضرناش على غوزل هوم مي قبل ما نهضروا على غوزل هوم خصنا نفهموا بلا الناس بوندون لو كونفينمون دوزوا الوقت بزاف في ديورهم D'accord. Ils ont passé beaucoup de temps chez eux. Ou du coup, ou là où ils croient l'ameublement, etc. Ou had les chiffres, ils sont général. Mais chez rien de machine art. D'autres entreprises, par Kitea, par Ikea, par là-dedans. Rata, c'est-à-dire القاو راح حتى الالكتروميناجي انا شفت باجيك الالكتروبلانيت الالكتروبلانيت سي ان دو نو كليون وزعما الالكتروبلانيت راه كيصرحوا بها كيقول لك بلا بوندو الكونفينمون باعوا مزيان في لو سيت زعما سي با سيكري فهمتي لا متفق معك انا متفق معك انا قلت لك زعما بانه كاينين شي حوايج اللي ربما التفسير ديالهم ماشي بديك السهوله في الكومبورتمون داشا لان كاينين بزاف ديال الامور اللي تحركوا في الايكوم كما نقولوا لو كونستا يعني الملاحظه العامه هو انه التجاره الالكترونيه تحركت مزيان في اصلا غير هي اللي بقات خدامه ما كانش حاجه اخرى وجيف بيزوس راه دوبل الثروه ديالو في 2020 واش بغيت شي غير هو
حتى نتوما على كل حال. لا لا ولكن جيف بيزوس صاحبي قال لك في 2019 كانت طلق مرته ولا ما عرفش شنو دات له النص تاع الثروه وردها في 2020 راسك النقطه. شوف صاحبي شوف هي هذيك خرجت عليه بالخلاف فهمت ودخلت عليه 2020 بالخير بالرزق رد كاع داك الشيء اللي داتو له ردوا باش تعرف بانه باش تعرف بانه هذيك العام اللي طلق فيه المراه كيفالون كارثه انسانيه تشوفوا تعيا ما تحللها راه يبان لك بان الطلق اللي طلقات المراه ديالو راه كارثه انسانيه مقابل الجائحه. بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا اللايف في سميتو في الانستغرام غادي نحبس اللايف في انستغرام رجعوا الا بغيتوا تكملوا معنا اللايف تفرجوا في يوتيوب وفيسبوك باسكو ارني هز التليفون شوفوا باش تعرفوا التليفون كيفاش خدام حيت بزاف كيسولوا كيفاش راه عييت من هذا الهزه التليفون صافي اللي بغى يشوف يرجع ديريكتوم من اليوتيوب. مرحبا دونك نحبس اللايف وسمحوا لي ترميني لا فيديو. دونك تكلمنا على الشركه الثانيه ماسين ارت الثالث مشروع الثالث ديالكم. مشروع الثالث سي نوتروفيز كي سابيل كوجن انفست هي سبيسياليزي دون هيك متخصصه في الكلامبور في الاستيراد ديال لي برودوي ديال الموبل اون كيت كاش نقولها بالعربيه الموبل اون كيت زعما سي اساس ديال الدار يعني هذيك اللي بحال ايكيا وكيتيا وفيليا اكسيتيرا وحنا حنا دونك كنبيعوا اون لين وكنتصوردو ديريكتوم حنا يعني ماشي كنشريو على فورنيسور هنا ولا شي حاجه يعني حنا بغينا كاريمو البرودوي يكون ديالنا براندي من لوزين حتى لهنا. تبارك الله فكرنا في هذا الشيء هذا ولونسيناه والحمد لله تلونسا في شهر 1 2019 يعني عام هذه اكزاكتوم عام هذه باش تلونسا حسن 2020 اخويا 2020 2020 اصلا 2020 انا ما كنحسبش ولا ما انا ما في خباري لا لا 2020 عام هذه باش لونسينا والحمد لله حتى هو كان نجاح كبير. امبورطاسيون بما انه كتعاملوا مع فورنيسور اللي برا على المغرب شوف كل مشكل عنده حل تسمح لا زعما هذا هو السؤال يعني واش ما لقيتوش مشكل في هذه الازمه لانك كاين مشاكل ولكن عندهم حلول اش غنقول لك زعما انا شوف هنا غادي ندخل معايا في واحد 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 ليتيود تاع المايند سيت تاع انتربرونور اللي راه خصنا نهضروا عليه اللي هو ملي تبغي دير ان بيزنس تبغي دير شركه ولا فكر شي فكره اللي عندها لي بارير ا لونتري كيفاش نقولها بالعربيه حدود بارير لونتري حدود على الدخول كما نقول باريرز بلونتري يعني ملي كدير شي حاجه اللي ساهل اي واحد يديرها راه ما كاغاديش تربح فيها بزاف وكي درتي شي حاجه اللي صعيب على اي واحد يديرها طبيعه الحال الحمد لله عامين بين مينوض كاملين اللي تعلموا. لا انا علاش سولتك هذا السؤال لان نتوما بديتوا المشروع قلت لي في جونفي ياك جونفي 2020 جونفي هذاك هو المشروع الثالث اللي استمرنا فيه دابا كما قلت لك قبيلات استابيليزينا حنا الشركه ديالنا وكنستمروا في مشاريع راه كاين مشاريع اللي درناهم ما صدقوش عندك كيسحب لك راه كل شيء غادي نتكلموا على لاباتي ديال الفشل غادي نهضروا على الفشل صلاح انا ما نهضروش على الفشل لا ضروري نتكلموا على الفشل لان شوف ما بقاش حنا نتكلموا على غير المسائل اللي هي ايجابيه كاين مشاريع فاشله باش نكونوا واضحين راه الدراري اللي كيتفرجوا في اللايف سمع يعرفوا هذه القضيه راه ملي كيشوفوا شي واحد خدام سواء حنا سواء حتى ميم لي غران ريشار ديال المغرب يعني الناس الكبار راه حتى هما كيفشلوا زعما راه عادي الفشل راه عادي جدا وراك هضرت على السي محمد كنشوف لك البوست ديالك كتهضر على الفشل بزاف د المرات وراك كتقول داك الشيء في الصميم الفشل هو الدرس في الحقيقه ودرس زوين هو الدرس ها انت نتكلموا على هاد القصص اللي كتسميوها نتوما يعني مشاريع فاشله البدايه عطوني تكلم لي عليهم انت ولا صلاح انا نهضر لك شنو هما هاد المشاريع اللي انت قول واحد وانا نقول واحد صلاح يلا صافي شحال عندكم مشروع لا صبر شحال عندكم من مشروع بزاف راه شحال من مشاريع جربناهم شحال من شي حاجه اللي درناها ما سبقاتش درنا واحد برا الكوسميتيك انت صلاح درنا الكوسميتيك اليكسبور ندير واحد المشروع ديال كنديروا دي برودوي كوسميتيك اليكس فورمي ما صدقش ورجعنا له حيت لقينا مشاكل في الفلوس في الغاباتريمون داكشي ديال دونك بلا ما نخدموا هذا الشيء هذا
داكور. لا ولكن اسمح لي غادي نتكلموا شويه على هذه المشاريع الفاشله بين قوسين ونهضروا علاش، لان هذا هو المهم. علاش ما علاش ما نجحوش هذه المشاريع؟ لان انت دابا غير دابا شويه قلت لي بانه الا غادي دير مشروع خاصك دير شي حاجه اللي ما يقدرش واحد اخر يدير بحالها. دونك واش من بين الاسباب ماشي ما يقدرش، ولكن ولكن لا ماشي ما يقدرش، ولكن كتكون عندها لي بارير، يعني واحد الصعوبات اللي تقدر انت عندك ناس ديالك ولا عندك شي افكار ولا حلول اللي تقدر تتفاداهم. لا انا ما كنقصد ما يقدرش، يعني شوف ما كان حتى شي فكره اللي ما يقدرش الانسان يطبقها، ما عدا لك شي شي انوفاسيون ما لعبش فريمون ما لعبش. مي نتكلموا على هذا المشروع. صلاح الصوت ما عندك ما خدامش، ربما راك حابسه. افكتيفمون انا كنت حابس. صافي دونك صلاح شنو هو اول مشروع؟ انت اللي عندك ليكو. با جو سي با، خصنا نقطعوا الصوت ولا شنو خصنا؟ لا لا قطع الصوت غير تكلم غير تكلم. داكور اخويا نقول لك صراحه المشاريع اللي 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 ما خدمتش، انا صراحه بديت المشاريع ديال الفشل ملي كنت صغير. دونك كنعقل على واحد المره في لانسا، ما عرفتش حسن واش كتفكر ولا لا، كنت هاك شحال هادي، كنت بديت واحد البروجي بغيت ندير سيدي، كانوا كيعلمونا الديفلوبمون في لانسا، كانوا كيقولوا لنا كيفاش ديفلوبي اش تي ام ال سي اس اس شويه ديال بي اش بي، كانوا قالوا لنا كيفاش تصاوبوا لي سيت ويب. نط انا طاحت لي الفكره بغيت نصاوب سيت ويب بحال فيسبوك، بديت اخويا خدام بالليل وبالنهار تعرف شي ولا شوف، وكنصاوب السيت ويب والريزو شوف، وكنصاوب لي زيماج وتابلودي ليماج ديالك وكيفاش تبوستي وتكتب كومونتير، صاوبت الكومونتير وقدرت اجوتي انامي وكلشي. المهم بزاف تاع لي فونكسيوناليتي صاوبتهم، كيفاش تكري اون باج وداكشي كامل صاوبته بحال فيسبوك. المهم فتالي فاش كملت في الاخر، فاش كملت السيت ويب حتى واحد ما دخل، فهمت؟ بقيت غيانه بداك السيت ويب. دوك بديت كنأجوتيني ونلايكيني ونبارطاجيني وداكشي، مي سا با مارشي باسكو جافي اوبليي بلي كاين واحد لو كوتي ماركتينغ اللي هو مهم بزاف. دونك ساتيغ انا اوجوردي اللي مهم في الفكره هو ان يفو با ريانفونتي لا رو، ما خاصكش عاود تختارع الرويضه. ساتيغ الا كان ان بروجي اللي كيكزيست ديجا بحال جوميا، ما تحاولش دير لهم عاوتاني انت لا كونكورونس لا غدلو وتستنى انك تولي بحال جوميا، حيت سا اكزيست سور لو مارشي و سي دي جون اللي داروا بزاف تاع لي زافور باش وصلوا لداكشي اللي راهم واصلين له، وداروا لا بوبليسيتي في التلفازه وداروا لا بوبليسيتي في لي بانو 4 بار 3 كي كوت انورميمون دارجون. دونك كاينه كاين واحد لي ديفيكولتي تاع، وهادشي كيرجع لي باغيغ دونتري اللي هضر عليهم حسن. دونك شوف كاين بزاف ديال المشاريع اللي صراحه بون ماشي بزاف، على 3 و 4 بروجي كي نون با مارشي، واحد 3 ولا 4 ديال لي بروجي اللي ما خدموش. علاش؟ باسكو واحد المره كرينا واحد لو تروك اللي كيليكزيست ديجا واللي ما كانش عنده واحد لومبلور، وانت ما عندكش الفلوس باش تلونسيه، ونايت كتصنطح باغي تلونسيه، وانت ما عندكش لانفيستيسمون تاعو في لا بارتي ماركتينغ انسي دو سويت. واحد المساله اون سي اسوسي ا دو موفيز بيرسون، تاسوسي مع واحد الناس اللي ما كانوش صالحين لنا تو سامبلومون، اللي كانوا دو موفيز فوا، ولا بتاتخ ما تفاهمناش توكور صراحة، ماشي دو موفيز فوا، غير حنا ما تفاهمناش، ما تفاهمناش توكور. وصلاح وصلاح نهار عقلت نهار مشينا حتى لدبي على داك الكليان، وفي الاخر داك حسابي ريل استيت. واحد المرة عاوتاني ايغالمون مشينا on avait effectivement s'est déplacé tel Dubaï et tout, le ça n'a pas abouti, c'était une mauvaise expérience. L'essentiel pour moi à mon avis هو الواحد يخصو يكمل المحاولات، يكمل المحاولات تتصدق، باسكو كرويمو والله الا انا جي اسيستي بزاف ديال الدراري في لونتربرونيا، سوف لا بارتي فورماسيون، سوف فاش كنمشي نقري في لي زونيفرسيتي، فاش كنمشي نقري في لي زونيفرسيتي اوجوردي كنلقى عتي لونفي عامر فيه 200 بيرسون، باغي كلشي باغي لونسي دي بروجي وكلشي باغي ينجح ايتو، ولكن هذوك اللي كيكملوا في الاخر كيجي عندي ابري 2 ans كيقول لي صلاح j'ai réussi, نجحت، كنلقاه بلا الا اسيي و اسيي و اسيي الا بوزي دي كيسيون الا انسيستي وكذا توصل لداك لداك النجاح، باسكو والله الا ديما في الاخر كتصدق، ديما في الاخر كتصدق، ما عمرها ما غتصدقش. Si tu continues à essayer, crois-moi, ça va marcher un jour. Tu vas essayer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, à un certain moment, Arbia, ça va marcher. Arbia. العربيه دوكو غتبقى تحاول المره الاولى الثانيه الثالثه، وفي الاخر غادي فريمون غادي 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 تمشى الامور ان شاء الله. الوغ ما خاصكش تكون بارفي، دونت بي بيرفكت، دونت بي بيرفكت دون لو سونس او ما تحاولش تبيرفيكسيوني لي كونديسيون ديالك باش تنجح، حيت ما عمر ما لي سيركونستانس ديالك غادي يكونوا بارفيت باش تنجح، ما عمر ما غادي تكون عندك
لا ميور سيتوياسيون احسن سيتوياسيون باش تنجح حيت ديما سواء غيكون عندك مشاكل في الخدمه سواء مشاكل مع مالين الدار سواء مشاكل فينونسيير سواء مشاكل ديال جونغ علي عندك مشاكل في الحياه عادي كلشي عنده مشاكل في الحياه ولكن ما عمرك ما تستنى تقول استنى تنحل هذا المشكل عاد نبدا باسكو ما عمر ما غيتسناو ما غيتساليو المشاكل خويا بدا دون لا مير تي دون لا مير مي تو دو كومونسي قول لي هذه ترجمها بالعربيه فاز لا ترجم والله لا ترجم الله لا ترجم انا ما نترجمش ترجم راك في المتاعب شوف شوف ها هي اسمعها راك في المتاعب ماشي من يكون عندك المتاعب اكزاكتومون دونك تما فريمون خاصك تبدا باسكو تي سي ما عمر ما غادي يعترفوا بك الناس حتى تنجح tu comprends ما عمر ما غيعترفوا بك الناس حتى تنجح انا كنعتقد زعما في سواء في ليكول سواء سينو زعما ابري ليكول ما جيتي كنت واحد الانسان عادي جدا يعني فهمت المسائل ولكن فوقاش كلشي بدا كيهتم بسكو tu arrivé à achever لي داكشي اللي بغيتي توصل له حتى كتنجح عاد قال لها let's make money honey and let's keep love for later زعما دابا سي لو طون دو ترافاي ولا شو دم فهمت يعني ريزالتس هو سكي كونت هذا هو سكو جو فولي دير كونكريتمون والفكره العامه هو انه كاين واحد المؤتمر اللي خصها تكون وديما كتنجح ما عمرك ما تحاول المره الاولى والثانيه وتقول صرا با مارشي ديما في الاخر كتوصل والمساله الثانيه هو انه ما خصكش تستنى فريمون لي بون سيركونستانس و لا سيتوياسيون اكطوال زعما اكطوال ما حنا كيفاش كنشوفوها انا وحسن كنشوفوا انه كنكريو ان بروجي كنتيستيوه كنشوفوا واش الورك فلو خدام ولا ما خدامش الا لقينا خدام كنديروا عليها ان ديريكتور جينيرال دو كونفيونس وكندوزوا لحاجه اخرى اون باتي لا شوز كنطلعوا البروجي كنشوفوا الورك فلو كنتيستيوه خدام كي رونتابيليزي الفلوس كان ستابيليزيوه كندوزوا لحاجه اخرى الوغ هذا هو لو بيزنس موديل كيفاش خدام الوغ من انتربريز الانتربريز 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 علاش باسكو حنا ديما كنامنوا انه الا كانت اون كريز ما عمرك ما تحط لي زو في واحد لو سول باني ما عمرك ما تحط البيض في واحد السله وحده فوالا هذا هو حسن اخويا سي با سي تو كيك شوز ا اجوتي اوكي كما قال صلاح الدين انا واحد مايند سيت اللي كيجمعنا انا وصلاح الدين اللي هو ليكزيكيوشن التطبيق حنا كنديروا فكره وكنطبقوها راه تفكر بزاف كما قال لكم صلاح الدين بقى تفكر وتسنى هذوك الظروف باش يكونوا واعرين باش انت تكون مزيان باش هذا راه عمره ما غيجيو وعمرك ما غتكون متاكد 100% من هذاك الفكره ولا من هذاك المشروع بانه غادي ينجح حيت ما يمكنش تو سامبلومون ما يمكنش انك تكون متاكد من شي فكره ما كتعلمش الغيب هادشي اللي كاين بطبيعه الحال يعني خاصك دوز للتطبيق خاصك دوز للعمل تخدم وترجع وتعاود وتبقى تعاود تحل اخطاء وتعاود خاصك عاوتاني تخدم بذكاء شويه يعني تجرب وتشوف وترجع وتعاود وتجرب وتعاود حتى كطيح على البروجي ولكن انت عاوتاني مع الوقت راه كتولي لك شي حوايج كتشمهم كتولي تشوف كتقول هذه خدامه هذه ما خداماش يعني بطبيعه التجربه ديالك هادشي علاش انا ان كونساي اللي كنقول للدراري وداو عباد الله داو وبدا دير شي حاجه باغي ديرها بداها وعاد تفكر قبيله كنت طلعت واحد البوست على هذه القضيه ديال الرهاب ديال البدايات اولا الخوف ديال البدايات شو السي محمد كنت بغيت نكتب ديما تكون خايف جوستومون كنت بغيت نكتب عليه بيدي ولكن لقيت هذاك البوست لقيت ذاك المقال ديال اسعد طه اللي كيعقلوا عليه الناس اللي كان في الجزيره واحد الوقت واحد البرنامج زوين يحكى انه دونك هو تكلم على هذه القضيه هذه من وجهه النظر ديالو انا بارطاجيت هذاك البوست لان كاين الناس اللي عندهم خوف من البدايه ولكن الناس اللي تجاوزوا هذاك الخوف وبداو اول مره وصدقت لهم كيرجع عندهم ادمان على شي حاجه سميتها البدايه كيبقى عندك علاش السي محمد عرفتي علاش حيت الانسان عنده واحد كيفاش نسموها ثقه في النفس هذيك الثقه في النفس باش كتربى بالتجربه يعني ملي كدير الحاجه وكتصدق هذا كواحد الوقت كترجع كتثق في راسك كتقول انا راني واقيلا واعر انا قاد غادي ندير ومره الجايه كتصطمنيش ما كتبقاش تفكر بزاف يعني هذه الثقه في النفس راه كتربى بالتطبيق بالعمل بالخدمه دوز نيشان لاكسيون
عندك ليش البروسيس. نقطعك؟ شوف مع الوقت، لان الخبره ديالك شنو كترجع؟ كترجع في لا جيستيون ديال البروسيس، بروسيسوس كتعرف نبدا غادي نبدا. ابري كيرجع عندك كيف قلت، كيرجع عندك الادرينالين، لان بزاف ديال الناس ما مجربينش شي حاجه اللي سميتها الادرينالين. ليكسي ليكسي دادرينالين بين قوسين، اللي كتخليك تحس بديك داك النشوه ديال انك جربت شي مغامره، بحال داك اللي منقز من الطياره، فهمت؟ دونك هنا فاش حنا راه سي محمد، والله العظيم راه حنا كل عام كنجربوا شي شركه جديده، كل عام. ما يمكنش يدوز عام ما نمشيوش للمحكمه التجاريه نديبوزيو لي ستاتي، ما يمكنش. كل عام خصنا نجربوا شي حاجه، حيت عندنا هذيك صافيه، عرفنا بان القضيه راه خصك دير وشوف، صدقات ما صدقاتش دوز لحاجه اخرى وهكا غادي. فعلا. دونك حنا تكلمنا دابا تقريبا على المشاريع اللي خدمتوا عليها، فناخذوا دي كيستيون، نحاولوا دابا ندوزوا الاسئله ديال الناس باش ناخذوا عدد ديال الاسئله. دونك غادي نبدا ناخذوا الاسئله من دابا، من هذه اللحظه هذه، غير هو الله يرحم ليكم الوالدين، كتبوا السؤال مره واحده، صافي كتبوا السؤال غير مره واحده، ما كنعلاش تعاودوا باش ما تفلوديوش لي كومونتير، ونقدر نقراهم، نقدر نقرا الاسئله ديالكم كاملين. راه الا بقيت كنقرا عندك لي كومونتير في يوتيوب ولا فين؟ بجوج، غيكونوا في يوتيوب وغيكونوا في فيسبوك، فاللي عنده شي سؤال يقدر يطرحه من دابا. دونك غادي نبدا من دابا، دونك نبدا نقرا الاسئله تو دو سويت. الور السلام عليكم، ممكن نعرف كيفاش ندير برايسينغ بالنسبه للكليون اللي كيطلبوا غير ترافيك ماناجر؟ داكو، هذا سؤال ناخذه بما انه داخل في الخدمه ديالكم. دونك ممكن نعرف كيفاش ندير البرايسينغ غير الشركات اولا لي كليون كيطلبوا غير ترافيك ماناجر، عندهم سيت ويب وكل شيء وما محتاجين حتى حاجه من غير ترافيك ماناجر. خبيب، انا نجاوب على هذا الكيسو حسن. هذه بزاف داخله بزاف في ريتش ميديا. الوغ باش نجاوب على هذا الكيسيون تري سامبلومون، سي اون تري بون كيسيون، هذا سؤال ممتاز. شوف اخويا، كاين دو تيب دو كاين دو فاصون دو فير، كاين جوج ديال لي تيب دو ديل، كاين جوج ديال لي تيب دو كونطرا، كاين جوج ديال الانواع ديال لي كونطرا. سوا كتعطيه ان اوبجيكتيف وكتيستيمي لوبجيكتيف وكتعطيه الدوفي وماشي سوقو بشحال شريتي، يعني بالعربيه هو بغى 50 ليد ولا بغى 10000 فولوور، كتقول له ها 10000 فولوور غادي نجيبها لك ب 5000 درهم. جبتيها ب 1000 درهم حلال عليك، جبتيها ب 5000 درهم ماشي سوق، وجبتها ب 10000 درهم ماشي سوق، الا خسرتي ماشي سوق. كاين لو دوزيام تيب دو ديل دو كونطرا اللي هو لو بورسونتاج، كتقول له شوف اش شريف، انا غادي ندير لك لا بوبليسيتي و ناخذ مثلا 20% على لو كو ديال لا بوبليسيتي، شوف البيدجي اللي بغيتي، عندك 10000 درهم بالبيدجي مونسيوال، راه لي 10000 درهم انا غادي نخدم وناخذ عليها 20% ليها 2000 درهم. دونك انت في الاخر كتعطيه لي فاكتور ديال فيسبوك وديال جوجل، كتقول له ها لي فاكتور ها لي جوستيف، ولا تعطيه هو كيعطيك لاكسيل بزنس مانجر ولا الاد اكاونت ولا كوا كو سوا، كتقول سا باسون ترونسبارونس، يقدر يدير لا كارت ديالو، تقدر دير لا كارت ديالك على حسب لو ديل، وانت كتجري له لو كومبان ديالو في ترافيك مانجمنت، وفي الاخر كتدخلوا كتشوفوا لو مونطون شحال تخسر وكتاخذ عليه لو بورسونتاج اللي تفاهمتوا عليه في الاول. Donc à deux les deux types de façons de faire, mais qu'est-ce une troisième voie? Soit, enfin, pour nous, genre, généralement, sur le Maghreb, il y a quelque chose qui marche. On parle de l'Europe, c'est-à-dire même en France, c'est comme ça que ça se passe. Soit c'est en pourcentage, soit c'est en objectif. Donc, à quel est le juge des messages? En général, il y a quelque chose qui marche. Hassan, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, quoi? On donne le jour. Non, c'est bon, c'est le king. D'accord. Donc, on se pose une question. On prend une question. Hamza Sabir. سؤال تري ديريكت كيف كنقولوا، مباشر اكثر من القياس. هاو تو جيت كلاينتس، كيفاش؟ هذا راه ماشي مباشر، هذا راه فاغ، ما كاينش شي كيسيون فاغ اكثر من هذه، ما كاينش شي كيسيون ما واضحه اكثر من هذه في الحقيقه، ماشي مباشر جوستومون. ما مشات لي الكلمه كلاينت بعدا اش كيدير هو، اش الشركه عنده ولا اش من، ما يمكنش نجاوب على السؤال. حمزه، عاود طرح السؤال ديالك وتكلم على شنو الخدمه ديالك، يعني في اش من دومين، شنو الخدمه ديالك وشنو هذا، ما يمكنش جيت كلاينتس. How to get client. قول لي get clients، قول لي انا كندير لا كونستركسيون ديال لي تور ديال مانيش عارف، قول لي جيب لي كلاينتس. سي با ايفيدون. واحد السيد قال لك صالح انت كتشبه الايفار اللي كان في فايكينغز الا تفرج ليه.
والله ما عرفته باسكو انا ما عنديش مع فايكينغز بزاف، ولكن جيسبر هاد السيد يكون بعدا او موان شي حاجه عندك يصدق شي واحد بشكل. شوف هذوك لي فايكينغ هو راه شي واحد بشكل والله. اي فار ماك شوف فايكينغ غير لقتي المدير هذا بلوكي الله يرحم باك بلوكي لي هاد السيد كليك لي بوطون رو. سعد الاله واش سي بي خدامه خدامه خويا سي بي؟ المهم باش نجاوبك بسهوله، انت حتى انت راك طرح واحد السؤال زعما كتجاوب عليه بنعم او لا. لا دابا هنا سي محمد الناس اللي طرحوا لي كيسيون حاولوا تكونوا تكونوا بريسي كيقول بريسي زعما تكونوا كيسيون تكون باينه واضحه وفاش من دقيق تكون دقيق في الكف باش يكون الجواب دقيق، حيت اللي قلتي لي كيفاش نجيب الكليان ولا كيفاش هذا شي موضوع كبير ياك صراحه. حسن اخويا انا غير هاد بالنسبه لهذا السيد اللي طرح هذا السؤال، حيت هذا السؤال كيتطرى عليا بزاف د المرات، انا جو بونس كو فهمته بغى يقصد زعما في الدومين ديالنا ديال الديجيتال كيفاش في لاجونس مثلا كيفاش كنا كنجيبوا لي كليون، وهذا الشيء زعما صراحه الكليان حنايا داكور الكليان ديالنا حنا. شوف صلاح انا غادي انا راني قلت لحمزه يعاود يطرح السؤال غادي نخليه حتى باش ما نعاودوش نعاود نلقاه كيطرح يهضر على شي حاجه اخرى، خصنا ندوزو غادي نرجع ليه لتحت غيكون يطرح السؤال ديالو. الوغ كديروا لي فورماسيون في الماركتينغ ديجيتال؟ وي وي صافي داكور. دونك بالنسبه ل لي زانونس كتحطهم عندك انت في البروفيل ديالك صلاح؟ الوغ كاينه دابا اون فورماسيون كو حسن الى لونسي دايور، باسكو علاش كنديروا لي فورماسيون في ماركتينغ ديجيتال؟ باسكو فرانشمون سي ان هوبي، انا عزيز عليا ليدوكاسيون باسكو انا مي بارون اي زيتي دون ليدوكاسيون. الوالده للوالد سيت دي بروف ديال الوالده كانت كتقري الفيزيك والوالد كان كيقري سيونس ناتورال. انت كتقري ديجيتال ماركتينغ؟ وانا وليت كنقرا ديجيتال ماركتينغ باسكو عزيز عليا لونسينيومون ريالمون سي تا هوبي. دونك انا فريمون بارفو كنضيع الوقت وكنخلي الخدمه وكنمشي نقري في دي زونيفرسيتي غير باش نبارطاجي، عزيز عليا لو فان سي تا هوبي. وحسن بليتو بهذه المساله هذه، انا كنت كندير لا فورماسيون قبل منه ودابا حتى هو ولا فورماتور اسيدي في الديجيتال قال لك سي ان تري بون فورماتور فرانشمون باسكو في لي فورماسيون ديالو كيعاود فريمون ليستوار دو ا ا زد اي تو. ودايوغ راه عنده اون فورماسيون كي فالونسي في كينزي تاور فوقاش حسن جو بونس لو 5 ولا 6 ياك لو 6 لو 7 فيفري لو 6 ولا 7 فيفري غادي يكون حسن في كينزي تاور اي تو. اللي بغى يكونتاكتينا ولا شي لعيبه هو كان حسن. صلاح فين تلاقينا اول مره؟ تلاقينا في اون فورماسيون في لانزا في ليكول ناسيونال دي سانس ابليكي ديال وجده. وجده بون صلاح سي ان بليزير باش تحضر له اون فورماسيون تجلس معاه تسمعوه يهضر كيتفاعل معاك مزيان زوين. دوزنا واحد اليومين زوين في ديك لا فورماسيون يعطيك الصحه. دونك بالنسبه للناس اللي مهتمين بلا فورماسيون، واخا انا ضد شي حاجه سميتها لا فورماسيون بصفه عامه، ولكن الحاجه اللي تقدر تفيد مرحبا بها. دونك الا كان شي واحد انتريسي بالنسبه لهاد الناس اللي كيسولوا شوفوا مع حسن ديريكتومون. دونك دروب شيبين في 2021 عدنان ام تي كا، شنو الراي ديالك في دروب شيبين في 2021؟ جاوب صلاح ولا نجاوب انا؟ لا جاوب اخويا دروب شيبينغ غير طحن. انا الدراري انا دروب شيبينغ كيجيني مزيان لي جون باش يتعلموا فيه، ولكن ماشي ان بيزنس اللي تقدر تطول فيه ولا تقدر تبني عليه في الواضح. حيت هنا كاين واحد تعرف هذوك الخمسه ديال لي كريتير اللي خص ان بيزنس يجاوب عليهم باش يكون مزيان، من بينهم هو لو كونترول. يعني خص يكون عندك انت لو كونترول على البيزنس ديالك. دابا انت ملي كتخدم دروب شيبينغ ما عندكش الكونترول على البرودوي، يعني يقدر داك الشيء نوي ما يصيفطوش ولا يدير لك مشاكل ولا يكون ما يمشي هو هذاك، ما عندكش الكونترول على الفلوس تشدهم لك باي بال ولا ستريب ما بغيش يعطيهم لك ولا هذا. دونك وكاين ما كاينش الكونترول على فيسبوك لي بلاتفورم دو بوبليسيتي يقدروا بلوكو في اي شاك فوا. دونك بزاف ديال لي ريسك اللي كنقول انا ما كنقولش ما ديروش دروب شيبينغ، ديروا دروب شيبينغ اللي طاح على ان بون برودوي طحن، غير هو ما تبنيش عليه. دير شي حاجه دوك انت بنيها، حيت هو ما كتبنيش على حيت غدا بعد غدا هذاك البرودوي مابقاش خدام ساتورا، يقدر غدا داك الشيء ما بقاش هو هذا ولا ستريب بلوكيك باي بال يديرك فلوس. دونك ضرب ولكن ما تبنيش عليه. راك عارف هادشي انت راك عندك بون. انا عندي الراي ديالي في دروب شيبين ديما كنقولوا سي اون فاز دو تيست، هي مرحله ديال التيست كتعلم بها شي حاجه كتعلموا فيه اكزاكتو بعد كده. حنا درنا دروب شيبين كدوز لنيفو اخر. دونك كيفاش تلقاو الشكاره؟ هذا سؤال زوين. كيفاش تلقاو الشكاره؟ كيكونوا في القهاوي اخويا، كيكونوا في القهاوي كيكونوا في القهاوي. ولكن شنو اش من القهاوي؟
سيريوزمون صراحه هذه المساله هذه ديال لي زان ماشي ما نسمعوش مول شكاره واقيلا جو بونس كيهضر على لي انفستيسور ياك كيفاش نلقاو لي انفستيسور صراحه كاين واحد البوشاوغي اللي هو مهم بزاف وكاين واحد المساله اخرى اللي هي انك كتديفوندي الفان صافي اولا قبل ما تلاقى مول شكاره انت تلاقيتيه وضيعتي له وقته وهنا كنهضروا على واحد لاغي اللي سميتها لاغيغل دو لاسانسور لا ريغل دو لاسونسور مهمه بزاف 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 هاد لا ريغل دو لاسونسور هو كيقول لك اسيدي ايماجيني انت كنتي فواحد الطاور واحد البيلدين كبير ولقيتي واحد البروموتور ولا لقيتي باردون ماشي بروموتور لقيتي واحد لانفيستيسور معاك في لاسونسور وباش توصل ليطاج عندك 2 مينوت دونك كيفاش تقدر تقنعو في داك لي 2 مينوت تي كومبري وهنا كاين بزاف ديال لي ميثود دو فير ايتترا منها لي مو جولد اللي هما الجولد كيوردز اللي هما انك خصك ضروري تلوح له واحد ثلاثه د الكلمات اللي كيلصقوا حيت ديما في واحد ديسكوسيون كيلصقوا لك واحد طروامو ديما كيلصقوا لك في بالك دونك هذا هو علاش سي تري امبورطون انه قبل ما نتلاقى الانفستيسور نكون انا بعدا واجد خصك تعرف بلي في الانفستيسمون فاش كيجي شي واحد يحط لك هاد مول الشكاره اللي هضرتي عليه باش يجي يحط لك الفلوس خصك تعرف بعدا بلي كاين دو فورما كاين واحد الفورما ديال انه غادي انفيستي معك فواحد لو غيف انك انت عندك واحد الفكره في بالك وهو غادي يقول لك باتيو سيكو انا نعطيك شويه ديال الفلوس وغندخل معك اسوسي وكاين انه غادي يدخل على واحد البيزنس اللي ديجا خدام دابا حنا جربنا لي دوكا حنا جربنا انه عندنا واحد الفكره وعيطنا لواحد الانفيستيسور بغى يحط الفلوس باسكو عنده غير الفلوس وحنا عندنا لا ماتير غريز وعندنا الخدمه وعندنا لينيرجي وعندنا لي كونتاكت وعندنا داكشي الوغ هنا اونيتي مالاليز فلا نيغوسياسيون ما كناش مرتاحين في لا نيغوسياسيون علاش باسكو البروجي ما كاينش تي اون طران دو فوندغ ان غيف فكره تي اون طران دو فوندغ اون ايدي فكره فوالا باغ كونط فاش جربنا لا سيتواسيون اخرى اللي هو كنا اليز كانت عندنا ريتش ميديا ستابل لو كليون لي كونطرا تو سكو تو فو دونك هنا فاش كنا كنيغوسي وكنا اكثر مرتاحين دونك ما حطو ان غون مونطون بور ديبار دي بار داكسيون باغ كونط الا كان عندك غير لو غيف راه خصك تعرف بلي يقدر يحط لك 100 درهم ويقول لك تبغي 80% من لي زاكسيون وعندو الحق باسكو راه خويا غادي يغامر معاك اخويا راه ما عندك والو وراه واش طوني ديال فارشي و با دونك قبل اخويا ما تهضر لي على انفستيسور بعدا خصك تكون متاكد من الفكره ديالك زيد اخويا حسن فاز دابا كما بغيت نقول لكم الصراحه هي البروف اوف كونسيبت يعني خصك نتايا ديجا هذاك لو كونسيبت ديالك تمجي واحد لا بروف بانه راه خدام واحد دليل بانه داك يعني شحال ما بديتي انت في المشروع يعني خدمتي شحال ما عندك واحد القوه في النيغوسياسيون في المساومه مع هذاك الانفستيسور ولا داك المستثمر يعني تجي انت فكره يعني في السماء يعني انت ريالمو الحقيقه راه ما عندكش باش تنيغوسي ما عندكش باش غادي تتوا معاه كما يقولوا ما شنو غتقول نقول له غادي ندير ولكن الا درتي البروف اوف كونسيبت يعني كتبدا هذاك لو تروك كتبدا بالمينيموم داك الام في بي المينيموم فايبل برودكت يعني كتبدا به غير باش تيستي ويبدا خدام يكون ان غوتور تما غتمشي عنده انت وتحت انت كتكون فيك واحد الثقه في النفس كتمشي عنده كتقول فلان انا درت انت راه خسرت عليه 20000 درهم انت راه دخلت 30000 درهم وراه هي خدامه هي الا درت هذه غادي ندير هذه حتى هو كيدخل وحتى هنا كما قال لك صلاح تقدر تغلبو حتى في لي بار اللي كان في الاول كانت عندك حتى فكره تدخل معاك 80% هنا يقدر يدخل معاك ب 40 ولا ب 30 ولا ب 50 ولا هذا يعني كتولي ديما خدموا على الكونسيبت ديالكم دوزو التطبيق بعدا التطبيق ديروه ام او مارش عاد اجي عند المستثمر خدم معاه انا هذه الفكره ديالي حيت كما قلت لكم صلاح عشنا هاد دو سيناريو عشناهم بجوج وعرفنا بانه الدوزيام هو اللي خدام غير هو بالنسبه للفكره ديما كنرجعوا لهذا الكلام هذا وكان جلس سينو في الشامه في اللايف اللي داز الفكره راه غير فكره راه ما كتسوى والو كلشي الناس كتفكر راه ماشي الوحيد اللي كتفكر كلشي الناس كيفكر دونك الا قدرت تبيع فكره عرف راسك بانه تقدر تبيع النهار غيكون عندك برودوي راك غادي تبيع العجب اذا قدرت تبيع لشي واحد فكره وقنعتو بها راه النهار اللي غيكون عندك البرودوي راك غدير الفراتن غتكون انت كابابل تبيع نيمبورت كوا بون دونك سيل فو بلي لي زوبستاكل اللي لقيتو في لو ديبي ديال لاجونس ريتش ميديا رابيدمون اي زوبستاكل اخويا بزاف ديجا حنايا كما قلت لك حنا جينا لكازا ما كنعرفو حتى شي واحد كان خصنا نديرو لي كونتاكت لي كليون فين يعني الفلوس ما كانش عندنا اصلا شويه ما كانش عندنا فلوس باش نديرو بيرو واعر وحتى حنا نخدمو الناس اكسترا بزاف ديال الصعوبات يعني الصعوبه ديال اي شركه اي شركه اللي كانت اي صعوبه تقدر تعرفهم راه شنو بديتو من الزيرو الزيرو صعيب الزيرو
حنا تحت الزيرو حنا راكنا ندخلوا ونسيفطوا الدار. حنا راه مو شوف انا نقول لك واحد القضيه حسن. الزيرو الزيرو صعيب لان اليوم انت تقدر تفتح اي شركه غدا تبان لك فكره غتمشي تفتحها ما غاديش بداش من الزيرو. علاش؟ حيت ديجا الدماغ ديالك حيت واخا الفكره هي غتبدا من الزيرو ولكن الدماغ ديالك كيفاش كيحل الامور لي زوبستاكل كاين بزاف ديال العوائق اللي كتكون في البدايه والانسان كيحصل فيهم صافي راه غير لا كرياسيون ديال الشركه راه كاين اللي كتفشل ليه الركابي فهمت. هو داكشي التجربه التطبيق الانسان معك كيطبق وكيتعلم والمره الجايه ما كيحصلش هادشي هذا جوستومون دونك كتعلم كترجع عندك الاكسبيريونس في لا جيستيون ديال البروسيسوس. كيف نرجع نقول هذه الكلمه هذه مساله اللي مهمه بزاف. دونك عندك شي اضافه اخرى حسن؟ انا كاين واحد لو بوين بزاف الناس كيقول لك يخافوا كيقول لك نخاف ندير ونتقولب راه كون هاني راه خصك تقولب في الاول راه ما تقولبتيش ما غاديش دير القدام فهمتي يعني باش عادي انا كنقولها شحال واحد حنا خدمنا معاه قلبنا دنا الفلوس شفرنا نورمال مي تعلمنا راه هو اللي خاسر حيت المره الجايه ما نخدمش معاه المره الجايه كيقول لك قال لك بلونغلي قال لك كيفاش تقولها يو ستيل مي شيم اون يو ستيل مي توا شيم اون مي يعني الا قلب اكزاكتلي الا قلبتي المره الاولى راه شيم اون يو راه حشومه عليك ولكن الا قلبتي المره الثانيه راه حشومه عليا تطافي كيلي لو بيدجي بون هاد السؤال هذا ديما كنجاوبوا عليه كيلي لو بيدجي دو ديماراج بور لو اي كوميرس باش مسخك الله شوف والله باش مسخك الله شوف انا قلت القضيه الاي كوميرس اليوم العام اللي داز البيدجي اللي كان قل من هاد العام وهاد العام اللي حنا فيه والعام الجاي غيكون فضيحه بارابور العام اللي داز وهاد العام باسكو لو بيدجي ديالك اللي غادي يهلكوا لك في الاي كوميرس هي لا بوبليسيتي واليوم راك كتضارب انت مع فيسبوك وغتضارب مع لو كوست وغادي تضارب مع السدان ديال لي كونط كيف غتبقى خدام كتصرف ومن بعد غيجي فيسبوك ويحبس لك الوغ كنت باقي كتريقل في البيكسل وباقي كتروضي فيه وباقي دونك اش غنقول لك هذا السؤال هذا صعيب انه يتجاوب عليه باش نكونوا زعما واضحين ولكن على حسب البرودوي بعدا وعلى حسب فوالا جوستومون نقدروا نقولوا هذه المساله هذا السي محمد الا سمحتي باسكو جبد الموضوع ديال الاي كوميرس انا بوغ مو صراحه لك سولو مون اكسبيريونس بيرسونيل الاي كوميرس يل ديبون كيعتمد على اربعه ديال الحوايج كيعتمد على ان بون برودوي هو اول حاجه قالها لك حسن ان بون برودوي اللي غتبيعو وكيعتمد على ان بون بارتنير ديال الشيبينغ كيعتمد على اون بون ايكيب اس اف في خصها تكون عندك واحد ليكيب ديال اس اف في وديال الكوميرسيال وديال لا بوبليسيتي تكون مجهده وكيعتمد ايغالمون على ان بون اد كوبي صادير الكونتنت ديال داك ديال داك الميساج خصو يكون مزوين صادير سو فورم دون فيديو ولا سو فورم دون كاروزيل ولا دو كو كاين دي بارامتر اللي كتحكموا في الاي كوميرس ما كاينش ان بودجي بريسي باسكو انا عارف دراري تلونساو ب 2000 درهم في البوبليسيتي في الاي كوميرس تلونساو ب 2000 درهم عشي واحد المنظر ضحكني سكو درت ولقيت في لوطيل كاين شي 10 ديال الناس ولا جالسين كيتفرجوا في لو لايف تشوف صح بونجور دونك لا ان فيت ليدي سكو هما يشوفوا فيك هو اكزاكتو لقيتهم مساك متبعين تو سا في بليزير اي دوكو جو ديزا بلا كنعرف انا دي زيكسبيريونس ديال دي ساكسي ستوريز اللي بداو ب 2000 درهم اخويا محمد وهاد الناس اللي بداو ب 2020 اقسم بالله لان عندنا انو 2020 ils ont commencé ب 2000 درهم شد 1000 درهم شرا سلعه و 1000 درهم انفيستي بها في لا بوبليسيتي في فيسبوك و فريمون انا كومونسا اوبليفي دروك في شهر 11 جا عندي قال لي صلاح راني تلونسيت في لافريك اجي تفرج تو كومبري دونك ما كاينش كيما قال لك حسن باش مسخك الله شحال ما دخلتي كبير شحال ما تخرج كبر تو كومبرون لو تروك مي تقدر تبدا صغير يا با دو بروبليم ليسونسييل هو انك تتعلم وليسونسييل هو انك تو كومونس شوف غير باش ما نبقاوش عاوتاني نهضروا في شي حوايج اللي يبانوا للناس بحال الاحلام وهذا شوف الاي كوميرس اخويا خص تعرف لي شنو هما لي كونترانت اللي عندك خصك تواجههم وتكون مستعد للصدمه هذا هو الواقع بغيت ولا كرهت مي هو خصك تبدا راه مقبله هما كيقولوا نفس الجمله خصك تبدا الا كان عندك 5000 درهم وبغيت تجرب توكل على الله وجرب بوين فينال بصح باش نقول لك شنو هو لو بودجي الا بقيت كتسين شي واحد يجاوبك على البودجي راه كاين غيقول لك 50000 درهم واخا سي محمد كان واحد لو بوين بغيت ندخل الله يخليك تفضل
دابا عاوتاني كاين واحد القضيه سي كو كاين بزاف ديال لي جام كيسمعوا الاي كوم اي كوم فلان في يوتيوب كيهضر اسمح لي نقول سميات ايديحيا سيمولايف هذا خدامين واش كيتشموا حتى هما يتلاحوا وكيتسناو حتى هما انهم يوصلوا لهذاك لو ريزولتا راه ماشي ضروري ان هذاك واحد السيد صدق له الاي كوميرس حتى هو انت انت غيصدق لك الاي كوميرس يعني راه خص بعدا واحد واش هذاك الدومين واش كتعرف ليه واش عندك معاه واش كتبغي واش كت واش كت واش كت تشوف راسك فيه بعدا ماشي حيت سمعتي فيه الفلوس انت بحال هذه بحال واحد اخونا واحد الحي واحد حل قهوه وجارو شافوا حل قهوه حتى هو مشى حل قهوه وحده كيسحب لي غادي يربح بحاله لا راك غتقاسموا داك الربح باسكو هذاك دير لك ليان وغادير لك ليان فهمتي يعني ما تشوفوش شي حاجه انا شحال واحد حتى انت غتنجح لك شوف انت واش انت بعدا واش 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 دير تعلم بعدا هو الاول قبل ما تلونصا تعلم تعلم قرا شوف هذا تيستي جرب راه هذاك السيد اللي كتشوفوا في يوتيوب وهذا راه ماشي وصل لذاك الدرجه دابا راه تلقى 5 سنين هو خدام يعني تعلموا الدراري وشوف راسك الا كان كانت راسك كيدخل للاي كوميرس كيف الاي كوميرس الا كان كيدخلش للاي كوميرس بلا ما تبقى تحاول زعما تضيع الفلوس على والو كاين ولا ما كاينش اسمهم انا شخصيا كنقول هذه المساله انا متفق معك خصك تتعلم ومزيان الا فتحت الباب لراسك لانك تشوف بزاف ديال لي دومين شنو هو ما تطولش بزاف في توسكيه كل ما هو نظري خاصك دوز للتطبيق التطبيق التطبيق هي تبدا واش انت داك الدومين عطيك ولا ما عطيكش بحال دابا اللي كيمشيو بحال دابا الفوركس يمشيو تريديو واش انت تدخل تريديو جا ما عارف والو على التريدينغ فهمتي سمعت واش بغيت نقول على كل حال هذا داك الدومين عطيك ولا ما عطيكش جوستومون خاصك تعلم تشوف بزاف ديال المجالات وتبدا تطبق شويه بشويه حتى تلقى واحد المجال اللي غيعطيك ربما التطبيق ديالك من اول مجال تقدر تخدم فيه من البدايه يعطيك وتبقى غادي فيه مزيان وكتطور البيزنس موديل ديالك مي ركزوا الا كنتوا غادي تخدموا ركزوا على شي حاجه اللي تكون حقيقيه ريال حقيقيه يعني تقدر دير بها ان بيزنس موديل تقدر تطورها ماشي شي حاجه اللي تدخل كتضرب وتهرب بهذا المنطق هذا الو بالنسبه غادي ناخذ الاسئله نحاولوا نجاوبوا عليهم بسرعه داكور داكور واش خدام على السيو في الايكوم لوكال السيو في الايكوم لوكال وي بيانسور قلنا شتي ديال البوزيسيون هو الاول في المغرب بالنسبه للماسينارت وي بالنسبه للي طابلو وي حتى شو انا بعدا اللي كيخدم اللي كيخدم الايكوميرس ما كاينش الايكوم الايكوميرس حيت داك الايكوم كتمشي داكشي ديال دروب شيبينغ فيرسيون ماروكان الاي كوميرس يعني ان سيت اون بوني دو فورم وخدام في البيزنس وباغي يطول الا ما خدمش على الاس اي راه غير زعما كيضيع بزاف ديال الترافيك وبزاف ديال الفلوس فعلا كيفاش تمول المشروع ديالك من الزيرو هاد لي كيسيون سير اخويا حسن دول مجتهد واعرض ورا خويا اسمح لي ناس خويا اللي طرح هاد لا كيسيون ميمكنش هذا سؤال فاغ ما واضحش حيت خصنا نعرفوا بعدا شنو المشروع عندك شنو باغي دير والبرودوي شحال غير تقام شحال من حاجه ميمكنش نجاوبك على هاد السؤال بحال هكا ما واضحش واش ضروري فونداتور اي كو فونداتور ولا نقدر نبدا بوحدي خويا ها انا ماشي ضروري صراحه باسكو انا ها انت هو حسن مون اسوسيا وما كنحتاجوش كاع انا غير حيت بوغوس فهمت ومدخلو معايا وصافي كيبقى فيا انا غير محتاج شوف 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 بون كمل الانترفونسيون ديالك لا سيريوزمون شوف كاين الا كانت واحد لا فالور اجوتي غيعطيها لك لاسوسي سي امبورطون الا كان غادي يزيدك واحد لا فالور اجوتي ولا واحد لو مونك امبورطون في لو بروجي صادير سواء عنده الفلوس سواء سينو عنده واحد لا كونيسونس سواء سينو عنده واحد لي كونتاكت سواء سينو عنده واحد لي برودوي عنده دي فورنيسور عنده صادير الا كان غيجي اجوتي لك واحد لا فالور اجوتي كبيره علاش لا سي اون تري بون شوز غير شنو راه سي با ايفيدون دو تومبي سور ان بون اسوسي زعما صراحه الله سي با ايفيدون حيت انا كنشوف بزاف ديال لي اسوسي ولا كيتفرقوا تي فوا باسكو كيكون عندهم دي زيدي ديفيرجونت اللي هما الافكار متباعده Du coup, c'est très important de comprendre que la situation aujourd'hui fait que pour pouvoir
باش تختار واحد لاسوسي اللي يكون فريمون مزيان ولا غادي يفيدك خصك فريمون تجربه وتشوف وتفكر مزيان قبل ما تدخل معك ان اسوسي. خصك فريمون تفكر مزيان واش انت مديور لاسوسياسيون، حيت كاين دي جون اللي ما مديورينش لاسوسياسيون ومنهم صراحه شي شويه انا، حيت انا كما لقيت حسن اللي شويه صبار واللي شويه بعقلو الي كومونساج انا ما كنتش نتفاهم مع نيمبورت كيل اسوسي. علاش؟ باسكو انا من داك النوع اللي شويه امبولسيف، جو سوي تري انيرفي يعني وجدي ومنيرفي وراك شايف جونغ دونك انا دغيا انا ديما هو داك اللي كيدوز مع الكليان وحسن هو اللي كيمشي يفكا دونك اللي كانوا غادي يرونها هو صالح جونغ انا غادي الكليان ندخل عنده ما يعجبنيش غادي نفرقع على مول الباب ونخرج في حالي ما كاينش مشكل. باغ كونتر حسن سي توجور لو كوتي ساجيس ساتير لو كوتي لي فكار اي تو نو با با فير سا لا استراتيجي ايتترا انا ديريكت امبولسيف جونغ ندخل ديريكت في بنادم et ça c'est pas bien. Donc la complémentarité elle est très importante, c'est que خاصك انت تشوف بعدا واش tu es prêt انك تaccepter les critiques. راه ماشي رزقك بوحدك، راه رزقك ورزق واحد السيد واحد اخر معاك سي فري. دونك خاصك تكون vraiment انت تقبل هذه المساله هذه انك سي با طون بروجي ا توا، راه vous êtes un binôme بجوج كتاخذوا لا ديسيزيون. قلنا سي حسن كيسك تو بونس جو كرو راه سي كلير داكشي اللي قلتي راه واضح، يعني خاص تكون واحد لا فالور اجوتي كما قلت لكم قبل، تكون واحد التكامل ماشي فونداتور غير هكاك ولا كو فونداتور غير هكاك، خص يكون واحد المنطق، واحد المنطق دارير. ناخذ واحد السؤال اخر حتى هو نحاول نجاوبوا عليه بسرعه. واش ضروري الخبره؟ السي محمد هذا غادي يكون اخر سؤال حيت غادي خصني نمشي انايا. انت سير ماشي مشكله، راه عندي صالح صافي غير سير. عندك تهضر فيا صالح؟ انا اللي غنهضر فيك. قول لي السبب. واش ضروري الخبره في اي ميدان قبل ما تبدا؟ من الاحسن انا كنقول من الاحسن ولكن الا ما كانش من الاحسن، لكن الاحسن انا كنقول التطبيق والتجربه هي احسن خبره. سي بون حسن وهادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم. شكرا حسن خويا، تبارك الله عليك، تصبح على خير. تبارك الله عليك، شكرا. الله يسهل الامور. شكرا، سلامه. دونك حسن غادي يمشي، يبقى معنا صلاح ومحمد. مرحبا سي صالح. الوغ شوف غادي ندير واحد لو جو، غادي نديرو اون كاستيون و اون ريبونس في اون مينوت. دونك غادي نحاول ما امكن نجاوب على لا ماجوريتي ديال الكاستيون فواحد لو طون ريكور ميم حتى قليل كان، لان كاين دي كاستيون محتاج تقل كاع باش كوم سان اون ريبون او ماكسيموم دو كاستيون. سؤال، بيست ليغال بيمنت ميثود، شنو احسن طريقه ديال بيمنت ميثود اللي تعاملوا كتعامل بها باش تنصح؟ الوغ ديجا انت عندك خبره في هذا الشيء هذا، فين وصلت؟ فين وصلت لاطيز ديالك؟ نعم فين وصلت فلاطيز ديالك؟ راه سبون الحمد لله دابا داكشي قضينا الغرض. دابا المساله كيما قلت لك سي محمد، سي كاين دي بروسيسور دو بايمون وكاين دي ميثود دو بايمون. لي بروسيسور دو بايمون هما واحد لي جيت واي اللي كيقدروا يخليوك انك دوز واحد واحد لا ترانزاكسيون بلوزيغ بارتي برونونت، اللي هما ثلاثه ديال الشركاء مثلا، اللي هي لا بنك ديال لو كليون ولا بنك ديالك ولو ترانزاكسيون اللي هو غادي يدوز لك هذيك لا ترانزاكسيون. اوجوردي انا عارف بلي كاع الشباب عندهم مشاكل في باي بال، عندهم مشاكل في مع سترايبي، مع بزاف ديال لي بروسور دي بايمون. سي توتا في نورمال. علاش؟ باسكو حنا جينا في واحد الدوله اللي شي شويه سنسيبل وداخلين في واحد لا زون سنسيبل. لا زون سنسيبل اللي معنا فيها لا سود ساوث افريكا، واللي معنا فيها النيجيريا، معنا فيها الكاميرون، معنا فيها الجزائري، معنا فيها لا تونيزي، معنا فيها بزاف ديال الدول، السنغال، بولونيا، الهند، كاع هادو دي بيي اللي جاو فواحد لا زون سونسيبل. علاش؟ باسكو الفروض كثير عندنا، عندنا الفروض كثير. الدراري راهم عارفين كيفاش كيدار الفروض، راه سي تري سامبل. غتشد واحد البرودوي كيدير 1 دولار تبيع مو انت ب 300 دولار، ابري ما غاديش تليفري لو كليون، غتوصلك الفلوس في الباي بال، انت غادي تشد تريكوبري الفلوس ديالك وتخلي السيد يطلب لو رومبورسمون فاش يجي باي بال باش يشد، ما غاديش يلقى. هاد المشاكل اللي كانوا وقعوا للباي بال في 2015 وفي 2016 وكان باي بال كيخلص من جيبو، قال لهم اجي تفرجوا، ومن تما بدا كيبلوكي في لي كونط. دونك سيريوزمون كاين مشكل، ماشي ما كاينش، كاين مشكل كبير. اوجوردي كيفاش نلقى الحل؟ اوجوردي كاين، اولا خصك تفهم بلي البروسيسور دو بايمون غادي بواحد الكونسيبت سميتو جو بيغ اور جو هوم. جو بيغ اور جو هوم، جونغ سوا غادي انت ان بون بارتنير فيابل اجي تخدم مرحبا بك، سوا سينو لا تقدر عندي 20 دولار وتبقى تمرضنا على الريكوفريمون فوقاش نفيرسيها لك، غير سير بالصحه وراحه ما بغيناكش. تي كومبرون باسكو ضيعت الفلو، ضيعت الوقت ايتترا. الاكونت مانجر
لا غادي نضيعوا عليك الجهد على والو، انت فيك اصبع اصلا باش نصح دابا. انا باش كنصح كنصح باردون وي قلنا بلي خصنا نجاوبو رابيدمون. انا كنصح بدي بروسور دو بيمون بحال مولي كي تري تري فان صراحه انا كيبان لي ستابل، و بوغ لي الدراري اللي كيديروا الهاي ريسك برودكتس يمشيو لدي بروسور دو بيمون شينوا ولا روس باسكو ما كيبلوكيوش. بحالاش الدراري اللي بحال باغ اكزومبل دي اش بي بحال تي تي بي، كاين انا كاين واحد لا بريزونطاسيون كاين كنا درناها في دير لاباس ياك سي محمد كنتي معايا دونك كنا هضرنا على هاد لا بارتي، وباقي اللايف ديال بروسور دو بايمون كامل غتلقاوه في دير لاباس، ماشي ندير لاباس يوتيوب ياك فلاشين ديال دير لاباس. فوالا كاين شرحت كل شيء دو ا ا زد كيفاش تلونسي بروسور دو بايمون ايت سيتيرا شنو هي لا بروسيدور ايت سيتيرا. سمح لي طولت. لا مرحبا. دونك رجع شوف اللايف بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البيمنت جيت واي، شوفوا اللايف اللي كان دار صالح غادي تلقاوه في فلاشين ديال دير لاباس في يوتيوب، غتلقاو التسجيل ديال الانترفونسيون ديالو بريزونطاسيون. واش ضروري كوفونداتور الوغ بيست بيمنت؟ واش سناب شات ادز يخدم مزيان للمغرب؟ Alors écoute, Snapchat Ads aujourd'hui c'est un réseau social اللي دخل المغرب من اللي بدا الادز في المغرب تقريبا من 2018 تقريبا في جوان 2018 بداو لا بوبليسيتي في المغرب. كانوا عندنا 3.2 مليون ديال لي كونط وكانت الادز اكتيف ا بارتير دان مينيموم باي ديال 50 دولار. aujourd'hui la situation تبدلات شي شويه باسكو طلعوا لو نومبر ديال لي زوتيليزاتور و اون ميم طون تلونساو با مال دو كليون لي تلونساو في الادز، مي لو كو ديالو باقي صراحه بارابور اتونسيون بارابور لدوتر بي باقي طايح. ما كنهضرش على بارابور فيسبوك غير باش ما نتفاهموا، بارابور فيسبوك سناب شات لي بلو شير، ولكن بارابور دوتر بي المغرب باقي طايح او نيفو دو دو سي بي ام و سي بي سي و سي بي ال في سناب شات. دونك سناب شات يخدم مزيان بزاف ديال لي تيب دو برودوي منهم الكوزميتيك منهم لا لانجري منهم لو سيكتور فارماسيتيك منهم لو سيكتور ديال لي برودوي كومبليمونتير اليمونتير اي كومبليمونتير اوسي. دونك كاع هاد لي سيكتور كيخدموا بزاف مزيان في سناب شات. هو مزيان في البراندينغ ومزيان في البارطاج كيعطيك واحد لا نوتوريتي كبيره، كيعطيك واحد لو طو دو فيراليتي كي امبورطون. لو طو دو فيراليتي هو شحال ديال المرات كتبارطاجا لا بوبليسيتي ديالك دو فاسون فيرال دو فاسون ناتوريل بلا ما دير لها الادز. دونك وفيه بزاف ديال لي فورما تقدروا تشوفوهم كاينين. لو سوبورت ديالو اي تري سامبل سادير البيزنس مانجر ديال بغيتي تقول البيزنس مانجر ديالو اي تري تري سامبل باسكو ساهل في لوتيليزاسيون. فيسبوك ادز من اصعب لي بلاتفورم ديال الادز هو فيسبوك ادز. سي تو ميتريز فيسبوك ادز تو با اوتوماتيكمون ميتريزي جوجل ادز ويز ادز ترو كولر ادز سناب شات ادز و كومون يسابيل لوتر ماشي فايفر Reddit qui est très important, Pinterest qui est très important aussi, surtout pour les gens qui font du dropshipping, etc. Donc, il faut qu'on mette les oser la différenciation. Mais tu prends aussi la scène avec Facebook Ads parce que Facebook Ads c'est saturé, saturé bzaf. زعما كنفهمش بالعربية سي ساتوريل بزاف راني هضرتك بالعربية دونك دونك ساتوري بزاف فيسبوك ادز. بالاحسن انا نقلبوا على دوتر بلاتفورم، نقلبوا على دي بلاتفورم وحدين اخرين اللي نقدروا نلونسو فيهم الادز. دونك الدراري الماركتينغ ديجيتال ما فيهش غير فيسبوك ادز، سي ان انسامبل ديال لي كانو داكيزيسيون اللي منهم فيسبوك ادز انستغرام ادز ديسبلاي سيرش يوتيوب لينكدين سناب شات انغامي بينتريست. دونك يا بوكو بوكو دو بلاتفورم. دونك ما نبقاوش لاصقين غير في فيسبوك. سؤال سلام لي زامي ميرسي بور لو لايف تري انتريسون سيل فوبلي كيل كونساي دوني ا كالكان واخا راه السؤال بالفرنسي جاوب بالعربيه كي فو سو لانسي ولا كي فيان دو سو لانسي دون لا كرياسيون دون اجونس دو ديجيتال. بالنسبه للناس اللي ما فهموش السؤال شنو النصائح اللي تعطيهم بالنسبه لواحد اللي يلاه لونسا اون اجونس ديجيتال؟ ايه كوتا خويا بدا بلونتوراج ديالك سي تري امبورطون. بدا بلونتوراج ديالك سافدير شوف دابا خصك تعرف بلي المارشي ديال الماركتينغ ديجيتال في المغرب الي اون بلان 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 اكسبو سافدير بالعربيه سي ان مارشي اكسبونونسييل اللي هو كي غادي وكيتزاد. علاش؟ حيت اليوم اوسي كيفاش اكسبونونسييل هي اوسي راك داير المات انت راك تقرا المات اوسي اوسي وارد اوسي بغيت الوغ زيانه اوسي الوغ شوف الفكره العامه تري رابيدمون هو انه لو نومبر ديال البيزوان نيدز كثر بزاف. حيت دابا تا لا بولونجري اللي في لو كوان
حتى الباتيسري راه خصها باج فيسبوك وباج انستغرام وخصها واحد ليغا قبلها لها وخصها بيتي سيت ويب بيتيت وخص اللي يدخلها في جوجل ماي بيزنس دونك لو بيزوين لي مونيمونطال والدراري دابا كنشوف دراري بزاف اللي كيشدوا اون باج كيمشيو كيكونتاكتوها بونجور راه عندي هاد لو باك واش تبغي نخدم لك لا بوبليسيتي و تبغي نخدم لك لي ستوري ايتترا سي امبورطون سي بيان سي اون تري بون شوز دونك هذا هو اللي بغيت نقول لك ان البيزوان كاين بزاف بدا بلونطوراج ديالك شوف غير الجيران شوف غير لا فامي ديالك الا لقيتي غير في لا فامي ديالك واحد اللي عنده اجونس دو فواياج وبغى يخدم معاك هو يريكومونديك لون اوتر اجونس دو فواياج وهي غاديه لا ريكومونداسيون سي ان سيستم تري امبورطون ان الا خدمتي مع ان كليون ساتيسفاي راه خصو يريكومونديك لدو كليون وحدين اخرين وهي غاديه دونك تو بارتير دون سو سونس لا وتبقى تكبر بغيتك توصل لواحد النيفو اللي يبداو يعيطوا لك لي كليون في التليفون وتقول لهم ما مساليش تو كومبري بغيتك تاكريمي la clientèle et ça c'est très important hadi la l'étape li khassek dirha f l'objectif dialk l'objectif wa annahu yowsel wahed la periode li ayit lak f telephone si mohamed wach khdemna hada site web dial la je suis désolé je ne peux pas parce que ça fait wosselt la capacité de production dialk w afak men towsel la capacité de production dialk ma tbqach tchd n'importe quel projet ou bqa tchd des projets li rentables kayen des projets qui sont pas rentables ghir ktchdo ghir bach tchd تطور بها الحركه شد لي بروجي رونطابل شد لي بروجي فاسيل اللي ما غيديولكش الوقت بزاف لي جوغوم ديالك شد دي بروجي اللي ا اون غراند فالور اجوتي شد دي كليون اللي تقدر تخدم معاهم ابري دونك تو سا سي دي ريكومونداسيون كو جو بو دوني بور كلكان كي فيان دو كومونسي سون بيزنس. سؤال من صهيب واش كاين شي طلب على تطبيقات الساس في المغرب واش فايد مشروع من هذا النوع غير هو خصنا نتكلموا على اش من نوع ديال التطبيقات الساس باش نكونوا متفقين الا كنت غتمشي تخدم على شي حاجه سميتها سي ار ام ولا زعما نظن بانه شخصيا كنظن بانه اوبلي زعما الله يعلم لان السي ار ام كاين منافسه قويه ما غاديش تبان انت مع شركات كبار وكاين ميم دي سوليوشن اللي هما غراتويت كاينين في لو مارشي ورخاص بزاف. شوف انا متفق معك 100% ما يمكنش اليوم تصاوب اون سوليوشن ساس بحال جيميل الا اعتبرنا جيميل كاساس واعتبرنا واخا هي سيتي سوليوشن دو ميساجري الا اعتبرتي الجيميل راه ما يمكنش اليوم تكري واحد الجيميل مغربي وتسميه ايميل وتقول له هذا راه مغربي وبغيت نبيعو ساس باسكو صافي الناس كامله خدامه بالجيميل ما يمكنش انت تصاوب واحد الكونكورون ديال مثلا تصاوب واحد الكونكورون ديال الي باغ اكزومبل ان سيرفيس ساس بحال ميل جيت ولا سندين بلو راه شي شنو هو سندين بلو ولا ميل جيت مثلا ميل جيت راه سيت اون ايكيب دو بلوس دو 120 بيرسون اللي خدامين من باري ومن لوس انجلوس ومن بارتو دون الموند دونك سي ديفيسيل الوغ خاصنا الوغ الا بغيتي تلونسا في الساس في المغرب خاصك تشوف واحد لا بروبليماتيك وتجاوب عليها. مثلا انا نعطيك دي زيكزومبل ديال دي ساس اللي ايلزون كارطوني في السوق المغربيه كارطوني شد واحد السيد اودو عرفتو اودو سي ان او ار بي لي كلشي خدام به سي ان او ار بي اوبن سورس كيجري لك لا كونطابيليتي ويجري لك لا فينونس وكذا. شنو المشكل ديال هاد الساس هذا؟ المشكل ديالو سيدي هو انه في لا كونطابيليتي في غير لا كونطابيليتي تاع فرنسا وتاع لوروب ما فيش لا كونطابيليتي ماروكان. نوض هو ديفلوبا موديول سماه لا كونطابيليتي ماروكان ديال اود صافي الا فوندو جو بونس 28000 درهم بار ليسونس il l'a vendu à un nombre monumental d'entreprises les خدامين باودو et la cartonné la même chose les دار واحد الدري في سيج سيج و ادابتا له واحد لو بيتي موديل واحد لو بيتي بيكسل نعطيك موديل واحد اخر اللي شد واحد السيد شد كاع داك الدراري عرفتوا نتوما شحال ديال الدراري خدامين بلي تومبليت ديال شوبيفاي بحال مثلا داك رانر ولا انا بوكو دو كاين بزاف ديال لي شد واحد شد لا ميور كما يسابيل لا ميور تومبليت وشدها وتصاوب لها واحد الموديول ارتيل اللي هو رايت تو ليفت جو بونس باش تخدم به عربيه ياك ياك اسدي محمد هو ارتيل وي رايت تو ليفت وي تري بيان دونك دو كو شدو خدم له واحد الموديول ارتيل اي تو بو با ايماجي حطو في حطو جو بونس في الوير هاوس ديال في الستور ديال شوبيفاي و tu peux pas imaginer شحال تباع. دونك يا beaucoup 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 de choses qui rentrent en jeu, il y a beaucoup de choses de qui peuvent être faites. Zama, faut comprendre que zama la solution ça c'est une solution اللي تقدر تخدم مزيان في المارشي ماروكان ولكن il faut être intelligent. شوفوا غير pour l'anecdote غادي نقول لك واحد القضيه ماشي ضروري تلاح على الساس سي صهيب. نعطيك انا غير مثال كاين واحد البلوغين ديال ووردبريس نبيع منه 440 ألف كوبي
وهو كيدير 59 دولار، كيدير 59 دولار غتلقاه في كود كانيون. الا دخلت دابا الكود كانيون غادي، معليش باسكو حنا كنهضروا غادي نعطيك السميه ديالو ماشي مشكل. دونك غادي ندخل دابا الكود كانيون، دونك حنا كنتكلموا وغادي نوريك هاد غادي تشوف هاد هاد سميتو هاد البلوغين سان تروك ديال سلايدر مكلاسي هو الاول جو كخوا في لا ليست ديال لي بلوغين. دونك كود معليش عطاني غير كلكو سكوند باش all items popular files. دونك غنمشي لعند popular files وايلي فيتشر. فوالا سي بون هو خرج لي popular files سميتو slider revolution. هاد slider revolution تا انا كنت شريته صراحه، فانت انا كنت شريته تا انا كنت استعملته. دونك 414000 سيلز absolument. C'est un millionnaire maintenant. Il est vraiment ربح بزاف ديال الفلوس grâce à une petite solution اللي سميتها slide revolution. اللي انا كاع لي سيت ويب تقريبا اللي خدمت خدامين بسلايد ريفولوشن. انا كنخدم بزاف ووردبريس صراحه، سورتو بور لي سيت ويب فيترين، سورتو بور لي سيت ويب ديال لي لاندين بيج ايتترا. ناخذ اون اوتر كيسيون دي محمد. وي دونك اسمح لي نرجع. دونك alors comment trouver de bonnes idées pour faire un projet unique? Est-il nécessaire de faire une étude de marché avant de lancer un nouveau produit? Alors, صراحه c'est une question اللي ما كرهتش صراحه كون حسن اللي جاوب عليها باسكو سي هذا هو صديق الا بغيتي تقولي بغيتي تقول الفيلد ديال حسن. مي انا جو سوي بلوتو دون لا بارتي اوبيراسيونيل. بار كونتر جو في تو دو ميم نقول لك كلكوز اليمون دو ريبونس تري رابيدمون. ايكوت لي زيدي اون ا بارتو où tout le monde a des idées, etc. Mais qu'est-ce que tu veux pour les tester? Aujourd'hui, dans le digital, on n'a pas besoin de ce qu'on a. La mentalité est un peu difficile ou difficile. Parce que quand tu as investi dans un projet, tu étais obligé de créer le mahal, de recruter les gens, etc. Aujourd'hui, dans le digital, c'est différent. Quand tu as le produit, quand tu as testé, quand tu vois si tu as fait ou pas. Donc, ça veut dire que tu ne penses pas 10 fois. قبل ما تلونسا في البروجي، قبل ما تشري البرودوي، قبل ما تكونتاكتي الفورنيسور، دير ان بيتي تيست. و سي سكون في باغ اكزومبل فاش كنمشيو لا تركي ولا فاش كنمشيو لا شين باش نتيستيو لي برودوي. سي سكون في كنديرو دي كومبان اكسيليري. كنمشيو لا شين حدا شونغاي، كاين دي زوزين كبار وكيخرجوا لك واحد البلاطو فيه واحد 30 problem solving products par exemple ou là par exemple des produits des gadgets etc. Quand tu dès les gadgets que tu lances ils vont des campagnes accélérées que tu testes ils vont $5 ou que tu fais les résultats d'ailleurs. Donc tu fais ce qu'on a une idée, lance la quoi une ad copy zouina ou une ad zouina ou lance le test ou chauffe ce que d'un tu as mettez un tel produit d'ailleurs que smito Mohamed Shop smito crée une la page virtuelle smito Adris Shop ou testez bien ou chauffe ce que d'ailleurs qu'on a un bon résultat. Oulala, là, tout court. D'accord. Donc, quel type de prestation limousine ou je vente de lead ou là le prix fixe variable? Pardon? Quel type de prestation limousine ou je vente de lead ou là un prix fixe plus variable? Alors, ça dépend du client. Ça dépend du client. Ça dépend du client. Je ne peux pas répondre à cette question. Quand il y a des trucs avec un CPL ou tu peux le lead parce que le lead est facile. Par contre, quand il y a des noms, les tout simplement, tu peux travailler par exemple avec un budget parce que tu peux te maîtriser. Oui. نحاول نزربو شويه صلاح باسكو تعرف شحال ديال لي كيسيون جاتني الدوخه فاش شفت كلشي. الماركتينغ يكفي بالفيسبوك ادز في الاي كوميرس لوكال برك او لا لازم حاجه اخرى او لازم حاجه خلاف؟ سي ان كيسيون ان هذا سي ان الجزائري ابسولومون لو ريبوند هذا تاعنا هذا جزائري هذا تاعنا هذا. الماركتينغ كافي في بالفيسبوك ادز في الاي كوميرس لوكال برك ولا لازم حاجه اخرى؟ تقدر تبلوغي سيل تو بلي لا كيسيون دي محمد سي تو بيرمي؟ راه ديجا الوغ وي سي بون سيرفي. الوغ الماركتينغ يكفي بالفيسبوك ادز اي كوميرس لوكال برك ولا لازم حاجه اخرى؟ الوغ شوف اخويا سما بور ريبوندغ كونكريتمون ا تا كيسيون الفيسبوك ادز صراحه سي ان غران مارشي حيت ما فيهش الفيسبوك ما فيهش غير فيسبوك في فيسبوك في انستغرام فيه الماسنجر وفيه اودينس نتورك اللي هو واحد النتورك كبير اللي تابع الفيسبوك. دونك
صراحة سي ان مارشي كي enfin c'est un domaine اللي هي il est très vaste ولكن tu peux pas هضر بالعربية ورا جزائري يا محينك راه واخا جزائري راه جزائري كيهضروا العربية اكثر من الفرنساوية كاع لي جزائريين يهضروا الفرنساوية عربية واخا لا غير المسألة وما فيها انه الى تيستيتي في الفيسبوك ادز وخدم شوف الكود ديال الكونفرسيون وتقدر تيستي في دوتر بلاتفورم بحال مثلا تيستي في سناب شات عاد تيستي في بينتريست عاد ايتترا راه هضرنا على كاع لي كانو داكيزيسيون تقدر تجربهم تي با اوبليج باش تخدم غير فيسبوك عاد تقدر تستعمل دوتر كانو داكيزيسيون اللي يقدروا يخدموا شوف في الجزائر وشنو عندكم اللي كتستعمل من غير الفيسبوك واش سناب شات مخدم مزيان عندكم في الجزائر فهمت يعني حاول فوالا ولا تيك توك فوالا تيك توك يقدر يكون خدام مزيان يقدر يكون خدام مزيان parce que quand on fait recaf les gens etc ou là d'abord aujourd'hui la communauté TikTok fait une on parle de 5 millions de personnes qui ont déjà vu des vidéos sur TikTok c'est pas évident hein كيفاش وما عرفتش صراحه لي ستاتيستيك في الجزائر ما عنديش ما خدمت مره وحده في اون في ان بروجي في الجزائر ولكن سيتي اون ملتي ناسيونال ماروكين اللي بغاتنا نلونسيو البوبليسيتي في الجزائر كيفاش كتقدر تعرف بلي الحاجه خدامه قبل ما تدخلها بحال من تركيا اولا مشي جو بونس راه جاوبنا على هذا السؤال قلت لك بلي كنلونسي دي كومبان اكسيليري من تركيا كنكون في تركيا كنلونسي لا كومبان من تركيا لا هو عنده سؤال اخر دوزيام بارتي من السؤال باش ما نضيعوش الوقت وكيفاش نتعامل مع الديوانه باش ما نخسرش هذا سؤال صعيب عليك هذا اخويا اش غادي نقول لك شوف مع حسن باغ كونتر لا سكو جو بو ريبوندر كونكريتمون سي كو Il faut tester déjà, ou il faut avoir le maximum d'informations, parce que je mets le maximum des informations sur le produit, ou le fournisseur a un maximum d'informations également, parce que tu peux te dire que le produit est trop ou là. Ou alors, même si tu as un cloche في المرسى ولا في البور ولا في الايروبور ولا كذا اللي غادي يشوف لك داك لا مارشانديز واش دخلوا راه عندنا كاملين راه عندنا كلكان تما باسكو طول موند كوني طول موند في المغرب راك عارف كومون سا سباس لي شوز دونك ضروري غادي تقدر تلقى شي واحد اللي غادي يعطيك واحد الفكره على داك البرودوي sinon تقدر تسول شي واحد اللي ديجا امبورطا ان برودوي باغي نزيدو شي دو تروا كيسيونز دي محمد جو بونس ولا غادي نقول لك دبر راسك وات ار يور بيغست لايف تايم ليسنز ان لايف اند بزنس اخويا اش غادي نقول لك دابا انت كتسولني هذا السؤال وانا انت سخفان انا ماشي سخفان لا سي با سا سي كو شوف لي لوسون راه اون لي غان شاك جور chaque jour on gagne de nouvelles leçons ou chaque jour كنزيدو نتعلمو حاجه جديده انا شوف الا ما تحتيش ما غاديش تعاود تطلع وحاول تبدل لا سيتوياسيون حاول غير اون سيتوياسيون حاول تبدلها حاول ان الناس باش تعترف بك خصك توصل كو تو كو دونك خصك فريمون دير ان اوبجيكتيف دوفون توا تحاول توصل له وما تكونش بارفي دونت بي بيرفكت هادي ديما كنقولها فريمون دونت بي بيرفكت دون لو سونس او وما تكونش امبولسيف عاوتاني اخويا حاول ما ترتكبش اخطاء حاول ما تزربش تي كومبري ديما لا ساجيس الدراري والله لا ساجيس لي تري امبورطون انا كنقولها لك باسكو انا كاع الاخطاء ديال حياتي ارتكبتهم اكوز دو لا ساجيس هي اكثر حاجه خرجت عليا هما لي نير هما من ما نكونش فايق خاسر ونبقى ناخذ دي ديسيزيون ماشي هما هذوك امتى اخر مره نبقى عليهم غير لابري ميدي دونك الله يجازيك بخير حاول تفكر مزيان وكتم الغيظ ديالك وسورتو فاش تاع الصباح حاول تاخذ دي بون ديسيزيون باسكو انا فريمون خرجت على راسي بزاف د المرات غير من دي ديسيزيون اللي خديتهم وانا معصب وابخي جو لي ريغريت دونك امتى اخر مره امتى اخر مره وي والبارح تو والبارح تو كون جو بون في دو راكونتي سكي سي باس عندك شي كلمه تقولها لهذاك السيد البارح عندك شي كلمه تقولها لهذاك ديال البارح اش غادي نقول له اخويا اسمح لي فهمت انا هكا داير اخويا واش ديو منير في راك شحيم وما ديش عليا المهم انا راك تسمع الله يبارك بحال الخيط الابيض جوغ ماركي المهم بحال الخيط الابيض الا راك تسمعنا اخويا الا راك معنا في اللايف المهم هو السيد راك يعتذر لك علانيه وات ار يور بيجست واخا جاوبنا على هذا السؤال هذا بالنسبه لك درتو تعلمتو الماركتينغ راه هادشي اللي تكلمنا عليه من اللايف من البدايه الا كنت دخلت روطار عاود تفرج اللايف راه كيهضر على هادشي بزاف ديال التفاصيل كومون غارونتير لي زيدي بروبوزي بور ان انفستيسور اي في الماروك اسكو اسمح لي باسكو ما راهش بالي السؤال دونك كومون غارونتير ايدي ولا دي زيدي بروبوزي بار ان بور ان انفستيسور في الماروك اسكو سيني ان كونطرا دو كونفيدونسياليتي
Absolument, oui, bien sûr. Je signe des contrats de confidentialité pratiquement avec tous les clients. Tous les clients qui travaillent avec eux, ils signent des contrats de confidentialité, c'est obligatoire. Parce que, comment vous allez protéger, comment vous allez protéger le business d'eux. Exemple, je travaille avec Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola, quand ils signent des contrats de confidentialité, ils ont la publicité de Coca-Cola, ils ont le Pepsi avant le lancement. Coca-Cola a un concept révolutionnaire, par exemple, il a une campagne de QR code, ou par exemple, il a une campagne de teasing dans le panneau 4x3, où il a le reveal, où il a le Pepsi. C'est fou, tu sais, il a la campagne, c'est là. Je crois que la question de l'or est mortable. Comment garantir les idées proposées pour un investissement? Pour l'investissement. Le problème, par contre, il est très compliqué. Fash tu me dis que un investisseur, il n'y a pas de tu peux pas faire ça. Tu dois lui faire confiance. Un bon investisseur, un investisseur vraiment, c'est un investisseur de confiance. Comment garantir des idées proposées pour un investisseur? C'est le plan d'investissement. C'est un business plan, c'est un plan d'investissement. Les quatre goulots, la rentabilité sur un mois, la rentabilité sur trois mois, la rentabilité sur six mois, etc. Donc tout ça, ça se rédige dans des business plans et des plans d'investissement. شوف بالنسبة لفيصل بون السؤال راه جاي من وجده. بالنسبة لفيصل مول هذا السؤال، إذا كنت كتكلم على غارونتيغ، إذا كتقصد بأنه كيفاش كتحمي ليدي ديالك، راه ما عندك ما غادي تحمي، صاي؟ سوا غادي تهضر عليها، سوا غادي تخليها في راسك تموت، بوان فينال، ليدي ما كتقدرش بروتيجيها. مي كاينين دي زيليمون كيف كان قال سي نوفل شاما في اللايف اللي داز، إلا رجعت تفرج ليه، كيقول لك بأنه ليدي تقدر تهضر عليها، ولكن كاينين دي زيليمون اللي واخا حتى يسمع هو ليدي ديالك راه ما يقدرش يطبقها، لان عندك حوايج اخرين اللي هما ديالك انت كتخدم عليهم. مي ليدي اون بروتيج جامي اون ايدي، باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه. معليش صالح، نزيدو ناخذ شويه ديال الكيستيون. اوكي فازا حبيبي. بون شحال الساعه دابا؟ شحال الساعه دابا؟ دابا 11 ونص. نديرو داكور سي با غراف، فازي نزيدو واحد 3 4 كيستيون نوض نصلاو العشاء. إذا كان ممكن يعودوا لنا لي بروبليم اللي لقاو في الكوزميتيك. انا بغيت ندخل هاد الدومين، مي بغيت المشاكل سورتو، انا بغيت ندير داكشي اورغانيك بالارغان. الوغ المشكل في الكوزميتيك سي بوكو دو بروبليم صراحه، سي ان دومين كي تري تري سبيسيفيك. اولا انا صراحه اوليو باش نعاود لك على لي بروبليم، اجي نعاود لك على بعدا على الساكسي ستوريز. الا بغيتي فريمون تكارطوني في الكوزميتيك، في 2020 يا في اون توندونس اللي هي كتخدم بالانفلونسور وكتري تارغيتي، وفي 2000 في لا فان 2020 صراحه ما بقاتش هاد لا استراتيجي خدامه مزيان، باسكو لي انفلونسور تحرقوا وكلشي خدم في الكوزميتيكس دان سول فان سادير اون ميم طون. دونك تبدلات شي شويه لا سادير لو كونسيبت، تبدل شي شويه ليجيرمون الى ايتي موديفي. Aujourd'hui, la meilleure façon de faire est de mettre des micro-influenceurs ou de lancer le retargeting à travers des campagnes de retargeting sur Facebook, sur Instagram, surtout avec des stories, etc. Donc, c'est un business model qui est bien, où les micro-influenceurs ne sont pas les plus importants, les produits, donc ils sont les plus importants. L'organique ou l'organe, etc., c'est un produit qui est bien, où il a toujours une bonne réputation, soit à l'international, soit sinon à l'échelle nationale. Et il y a une certaine divergence. Mais il y a eu plutôt donc on a commencé à l'orienter le marché africain, c'est-à-dire les Africains ils ont commencé à le consommer. Quand tu as dit le produit du coco, du kératine, etc., qui marche super bien en Afrique, le kératine et machin, tu as les cheveux et tout, du tartaïb ou tcharbaïb ou d'axi, qui est le produit de l'éclaircissement, tu as la peau, qui est des produits genre, comment il s'appelle, ديال لي ريد ايتترا. باسكو اوجوردي لاحظنا بلا نو مير نو غران نو غران مير اي نو مير ايزون كومونسي ا سي كونيكتي دو بلوس ان بلوس، ولاو كيتكونيكتاو للفيسبوك والانستغرام. دونك راه كاين اون غران سيبل تما اللي تقدر تبيع لها لي برودوي ديال لي سيرم ديال لونتي اج، سادير تو سكي ريد اي كومباني. دونك تو سا سي دي برودوي كي سون تران دو فير لا توندونس، اي فو با لي راتي سوا او ماروك سوا ان افريك. الاورغانيك عندو اون تري بون ريبوتاسيون، لارغان اي مارش سوبر بيان سوا او كندا سوا لي ايتازوني، لي باي نورديك بحال NO Norvège, Sweden, Danemark, l'Islande, l'Irlande, l'UK, l'IE, South Africa, c'est un très bon marché qui est quand même assez important. D'accord.
سؤال اخر، انا بغيت ندير ادس بون. بالنسبه لهذا السؤال حنا ديجا جاوبنا جوج مرات على هذه النوعيه ديال السؤال. حمزه صابر، هاو تو جيت نيو كلاينتس وين يو ار بيجينر، ولكن ما حددناش شنو هي الاكتيفيتي ديالك، فهمت؟ عاد باقي السؤال ديالك فاق بزاف، فهمت؟ خالد بالكرم قال لك صحه صلاح. خالد لاباس عليك؟ خالد كي داير؟ بخير صح، مزيانه توحشنا خالد. خالد بالكرامه صاحبي. الله يا ودي، انا في شيكاغو، تحياتي شيكاغو. سلام. واش ريش ميديا كتخدم على لي ديبيوتون؟ مع لي ديبيوتون كتخدم مع لي ديبيوتون؟ اخويا اش غادي نقول لك صراحه، فاش كيكون عندي دي كومبان ساجير دو ريكروتمون، انا ما انا عمري ما سول، ما بقيت من 2017 ما سولت شي واحد شنو هو الدبلوم ديالك باش تعرفها. من 2017 ما سولت شي واحد انا ايكول درتي وكذا، جو مونفو رويالمون دير ليكول اللي بغيت انا. ليسونسيال سي لا كومبيتونس. جي ريكروتي دي جون كي اون 18 ans، جي ريكروتي دي جون كي اون 17 ans، جي ريكروتي دي جون كي اون 40 ans. دونك جي تو لي زاج، ما عنديش مشكل في لاج، ما عنديش مشكل في الدبلوم، ما عنديش مشكل في، عندي مشكل في لا كومبيتونس و لونجاجمون. سادير انا جمون فو واش تخدم من دارك ولا تخدم من 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 البيرو، اوني اون ترافاي ليبر اوجوردي. البيرو تمشي له تلقى النص كاين النص ما كاينش، اللي خدام من دارو اللي خدام من البيرو، خدمت حتى من التواليت اون سون فو تي كومبر. انا ليسونسييل سي لي ريزولطا، سي لا كومبيتونس، سي لونجاجمون. هادو هما لي 3 سي فولي لي 3 كلي ولا لي 3 البيزيكس اللي كانت باز عليهم باش نريكروت. داكو. سؤال اخر مزيان عنده علاقه بالميزاجور الاخرانيه ديال ابل. الوغ بارلي نو ان بو دو لا ميزاجور دو فيسبوك افيك الاي او اس 14. الوغ بارابور ا سا، بارابور ا سا جوستمون، كانوا بزاف ديال لي رمارك، بزاف ديال سي ان سوجي اللي دار بزاف ديال لا ديال بزاف ديال لو بوز. اي دوكو الناس خصنا نفهموا هو نورمالمون كيقصد جو بونس لا كريز اللي كانت وقعت ما بين فيسبوك وواتساب. بعدا كيفاش واتساب الى بورت لي دوني، شنو هي لا غولاسيون ديال لي اي او اس؟ لا هو راه كيتكلم لك على السؤال الميزاجور ديال الاي او اس 14 اللي غادي تمنع على، يعني استادير كطلب لوتوريزاسيون ديال ليزوتيليزاتور باش يقدروا يتراكيوهم. وي وي داكور. دونك بارابور ا سو بوين خصنا نعرفوا بعدا بلا في الباك اوفيس ديال فيسبوك شنو كانت الامور قبل هاد لا كونديسيون. هاد المساله هادي سي كو فيسبوك عنده واحد لا بارتي سميتها سيمونتيك اللي كيقدر ياناليزي بها لا لوكاليزاسيون ديالك، وكيقدر ياناليزي بها لي ريشيرش ديالك، ويقدر ياناليزي بها لو كومبورتمون ديالك، شنو هما البلايص اللي كتبغي، شنو هما البلايص اللي شحال كتسافر من مره، باش يديتيرميني سكون ابل اون سي اس بي اللي هي اهم حاجه تقريبا كاينه في البيزنس مانجر ديال فيسبوك، اللي هي لا سي اس بي، لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل. يعني انت الا كان عندك واحد البرودوي، واش كتسيبلي لي ريش، واش كتسيبلي لا كلاس موين، واش كتسيبلي لي بوفر ولا لا كلاس سوسيال، باردون ماشي لي بوفر، لا كلاس سوسيال. دونك باغ اكزومبل في لو كاد ديال بروموتور ايموبيلي، كيفاش تبيع الفيلا؟ راه ماشي ساهله باش تلقى لا بون سيبل اللي غتشري من عندك فيلا ب 5 مليون دو درهم. دونك هنا تي اوبليجي انك تقلب مزيان وتفوي. رانا شحال هادي فيسبوك في الادز، فاش كنا كنبيعوا مثلا جاكوار، ولا كتبغي تبيع رونج، ولا كتبغي تبيع رولكس، ولا كتبغي هذا، كنا كنتبازوا بزاف على لي دوني ديال الاي او اس، باسكو حنا عارفين بلا الاي او اس سي اون جينيرال لي سمارت فون ديال ابل سي اون مارك اللي كيشري ou généralement une CSP les B, B+, A et A+. Les CSP font une stack, A+, A, B+, B, C+, C. Alors Facebook, ce qu'il a fait, c'est qu'elle a commencé à utiliser des données en dehors de Facebook, le cookie dialogue de Kitback, en dehors de Facebook. Elle a dit c'est une chose que tout le monde sait. Ou d'ailleurs, tu as installé un pixel. Aujourd'hui, iOS Schneider, c'est que Gellekchov, est-ce que tu permets à Facebook d'utiliser un certain nombre de data, la localisation dialogue, la saisie ديال الكلافي ديالك، منهم اللي كتدخل لهم التراكين اون جينيرال، التراكين اون جينيرال ايتترا، منهم باغ اكزومبل لي سون، لا ميوزيك ايتترا. يا بوكو بوكو دو شوز كي اون كومونسي ا اتر ان تي بو كونترولي. دونك هذا سا جيني ان تي بو فيسبوك، اي سا كري اون سيرتان غار اللي فينالمون اي او اس غتعيا باش دير هاد العيبات هادو، في الاخر غترجع تاكسبتي لي كونديسيون ديال فيسبوك، باسكو جو بونس كو اي او اس الا بوكو بلوس بيزوان دو فيسبوك كو فيسبوك ا بيزوان دو اي او اس. واخا iOS يقدر تو سامبلومون يبلوكي لابليكاسيون موبيل ديال فيسبوك في لي تيرمينو ديالو، ولكن سي با اون شوز كي اون فادير
envisageable. علاش parce que Facebook aujourd'hui c'est une puissance mondiale, il faut le dire. كاع les sociétés ديال هذا les réseaux sociaux soit Twitter soit Facebook, راه شفنا في les élections ديال Trump qu'est-ce que ça représente, comment elle a été bloquée ou d'autres. Donc aujourd'hui Facebook elle a la main haute باش يقدر يكزيجي على اي او اس لي كونديسيون ديالو. سي اون نيغوسياسيون اون جينيرال. خصك تفهم واحد القضيه وبها باش غادي نختم. غي فاش الكونطرا كيبغي يسالي ما بين ابل وما بين فيسبوك ديما كاينو الصداع. ديما لو كونطرا دو رينوفيلمون كاينو الصداع فيه. علاش؟ باسكو ديما في اي او اس كتبغي تكزيجي واحد لا باز دو نيغوسياسيون مع فيسبوك. كتبغي تقول لفيسبوك شوف اتونسيون عندك تنيغوسي معايا ان بيتي كونطرا ولا راه اون بو اكزيجي. دونك كيبغاو يديروا هاد اللعيبات هادو باش يدخلوا صحاح. تي كومبري بون سي ان سوجي لي طوال. هذا راه خصو ديسكوسيون كبيره. واخا ما اتفقش معاك بزاف هادشي اللي قلتو ولكن كيبقى راي محترم. وات از يور افريج كلاينت وات يور افريج client retention at your SMMA. شوف انا كنحاول ما امكن انني ندير نفيديليزي كلكو كليون. سيتادير انا في لاجونس كنحاول ما امكن نخدم مع واحد 7 ولا 8 ديال لي كليون كبار اللي كنقدر نرجع معاهم اللي كنرتاح معاهم وكنحاول ما امكن انني نفيديليزيهم. دونك الفكره سي كو كاين دي كليون هيستوريك ديال لاجونس اللي كنخدموا معاهم ديبي دي زاني بحال لا شامبر فرونسيز دو كوميرس بحال باغ اكزومبل ليف ليكول فرونسيز دي زافير بحال لوير. دونك تو سا سي دي كليون اللي مولفين كنخدموا معاهم وكنحاول ما امكن انني جو لي غارد ا لون تيرم باسكو كتكري واحد لا ريلاسيون دو كونفيونس كترجع بارتنير بلوس كو كليون ولا كونسوماتور. دونك هذا هو الفكره. القضيه اللي مهمه هو انك خاصك تحاول ما امكن تفيديليزي لي لي كليون اللي فريمون غادي تحتاجهم باسكو كروي مو راه ماشي كاع لي كليون يفو لي غاردي. لي دي كليون شيون اون دي لا فيريتي. كاين دي كليون ما نخدمش معاه واخا يطلبني ما نخدمش معاه. جو بو با ترافاي افيك توا باسكو تا ان كليون كي تي ما جو سي با رونطابل. مثلا نعطيك مثال ماشي مثال ديال كليون غادي نعطيك غير مثال ديال خدمه كي مو كو جو بو با فير. بحال مثلا غادي ان كليون اللي عنده بزاف ديال الكونتنت مانجمنت وما عندوش ترافيك مانجمنت. هذا غادي ياكل لك اون ريسورس في الكونتنت واون ريسورس في الكوميونيتي مانجمنت ودو ريسورس في الديزاين وان شيف دو بروجي وما عندوش ترافيك مانجمنت اللي فيه لا مارج واللي فيه اللي فيه باغ اكزومبل واحد لا ماس واحد لو كابيتال دانفستيسمون. بونجور du coup on peut pas. Hada c'est pas un client qui est rentable pour moi. Je peux peut-être le remercier ou là je peux revoir les conditions dès le contrat ou là je peux augmenter le prix. Donc ماشي كاع لي كليون il faut les garder. Crois-moi qu'il y a des clients ajri عليه parce que ma غادي غير يدك على والو. كاين des clients اللي مزيانين tu peux travailler avec lui avec eux pardon. Ou كاين عاوتاني القضية ديال fidéliser des clients c'est très important parce que tu ما غاتبان la réputation ديالك حيت الا وليتي كتخدم مع client كتحرق كتمشي تشوف un autre client كتحرق كتمشي تشوف ان ترويزيام كليون كتحرق كتولي عندك اون موفيز ريبوتاسيون في السوق. والسوق صغير بزاف كرو موا. السوق اي لي تري تري بيتي باسكو لو مارشي تري بيتي. علاش؟ سيت اون بيتيت فامي. سيت اون بيتيت فامي. دابا تسول اي ديريكتور ماركتينغ ديال اي بواط تقول له لا سوسيتي لاجونس مثلا ريتش ميديا غادي يقول لك هادوك راه سوا مزيانين سوا ماشي مزيانين. تو كومبري باسكو الهضره كدور. وكاع لي زاجونس كي معروفين في كازا مثلا كاين واحد 15 الاجونس ديجيتال معروفين صافي. هادو هذاك هاد لاجونس كتخدم مع هذا وهاد لاجونس كتخدم مع هذا وهذا. وحنا لي زاجونس بيناتنا عاوتاني عارفين كاين ديك ليون هيستوريك. بحال مثلا انا كاين دي زاجونس ديال دي زامي اموا ولا ما غاديش نمشي ندور له انا مثلا بان كليون ديالو مثلا هو خدام مع اكسا ولا صافي راه اكسا ديال فلان يسي ولا لونسات لا سوسيتي اكسا لونسات على ابل دوفر ولا كذا. Donc c'est des choses qui marchent comme ça. Quel est le type des agences? Quel est des petites agences? Quel est des moyennes agences ou quel est des grandes agences? Écoute l'école française des affaires. Tu connais la carrière sur Hayek? Ah bien sûr. Comment lancer mon brand? Comment lancer mon brand? Question. Allah yajzik bikhair sidi Mohamed. Si tu peux. Ah fait. Wa kham ana ma ghandi. Allah yajzik bikhair. Comment lancer mon brand niche mobilier décoration métallique sachant que je suis professionnel? Comment gagner la confiance des clients avoir des commandes? هذا سؤال خصو حسن. alors اسمح لي pardon je vais juste revoir la question. comment lancer mon brand rich niche mobilier de métallique sachant que je suis professionnel comment gagner de la confiance des clients. شنو بغا يدير هذا؟ بغا يدير الموبيلier de décoration métallique. ah je comprends je vois le style.
خويا ايكوت انا اتا بلاس زعما صراحه الله جو في ايسيي دو ريسومبلي دابور لو ماكسيموم ديال لو كونتنت غادي نبدا بالكونتوني لا استراتيجي اللي خصك تمشي بها كتسمى لا استراتيجي دو لانسمون لا استراتيجي دو لانسمون فيها 3 ايتاب فيها فير كونيتر فير فوندر فير ايمي فير كونيتر tu dois faire connaître ton produit اللي هو انك تعرف به دونك tu dois rassembler le maximum possible d'informations اللي هما دي فوتو دير دي شوتينغ دير دي تيمونياج كليون ايتترا tu vas les exposer دوز لاتاب الثاني اللي هي فير فوندر اللي هي غادي تحاول ما امكن تمشي بواحد لو سيستم دونطونوار فيسبوك وتحاول ما امكن تسيب لي في الاول تغاتيسي لارج وتبدا تفلتري شي شويه لودونس ديالك على حساب لي كليون اللي غادي يشريو وفي لا ترويزيام ايتاب غادي تحاول تفيديليزي لي كليون ديالك اون لوغ بروبوزون بوكو دو شوز فير ايمي اللي هي البراند لوف اللي هي تقدر تخدم على تيمونياج كليون تقدر تخدم على لي ريسيت باردون لي ريسيت تقدر تخدم على لي تيمونياج تقدر تخدم على باغ اكزومبل غير لو فات انك tu montres comment tu fabriques et tu montres l'amour que tu as en fabriquant par exemple il a dit un chocolatier quelqu'un qui travaille dans le chocolat et c'est-à-dire il a une société de chocolat ou là il vend le chocolat il est très simple enfin c'est-à-dire moi je veux voir l'amour qu'il y a derrière cette création je veux voir comment excuse-moi خويا محمد مشيت بالفرنسي شي شويه بغيت نشوف انا كيفاش نتايا كتي نو مونتر داك لامور في لا كرياتيفيتي ديالك c'est-à-dire وريني كيفاش كتصاوب هذا لو شوكولا ولا وريني كيفاش كدير لومبالاج comment tu prends soin de ton produit et ça c'est des choses que je veux sentir chez toi et c'est ça des choses qui vont m'attirer ou la me garder c'est-à-dire en tant que client là en tant que هذا donc كاين 3 étapes pour هاد لا بارتي كاينه في واحد لو كور كنت درتو انا محمد تهرستي رجعتي لو كور ديال الماركتينغ ديجيتال غتلقى كاع لي زيتاب ديال لا كرياسيون ديال طون بروجي دو ا ا زد هاد لا استراتيجي اللي خصك تمشي فيها كتسمى لا استراتيجي دو لونسمون فيها 3 زيتاب فير كونيتر فير فوندر فير ايمي فير كونيتر كلي كيمشي بتيزينغ ريفيل ولكن بورتون كاسي با غراف تقدر تمشي ديريكتومون في الريفيل ديال البروداكت ديالك ولكن جانسيت بوكو سور لا باز ولا لا بانك ايماج ou la banque de les réalisations etc tu dois ça doit être beau essaye de voir quelqu'un qui peut te faire un shooting ou l'entier je trouve qu'il peut te faire un shooting tu peux acheter des clés box des shooting ou tu peux acheter le lighting ou tu peux acheter pas mal de choses sur AliExpress ou là sur Jumia ou là peu importe oui صلاح سمحوا لنا شباب اللي ما قدرناش ناخذوا لي كيسيون ديالكم لان باقيين بزاف ولكن والله العظيم الا حشمت منكم كاملين حيت كاين دي كيسيون سمحوا لي صراحه دونك نتمنى انه كانت هذه الحلقه مفيده لكم بالنسبه للناس اللي ما عمرهم تفرجوا اللايف مع صلاح رجعوا شوفوا في لاشين في يوتيوب وديجا ديروا جيم لاشين تابونوا في لاشين رانا كنشوف لي ستاتستيك راك تقريبا نص ديال الناس اللي كيتفرجوا في لي لايف ما مسجلينش في لاشين سون با دي زابوني ما تخسروا والو الا درتوا ابوني غادي تعاونونا باش يطلعوا لي فيديو شوفوهم ماكسيموم ديال الناس وربما حتى لاشين تطلع مع الوقت دونك ما تبخلوش علينا بلابونمون ما كنطلبش منكم لي زابونمون سوفون مي فاش كنشوف لي ستاتستيك اليوم كنلقى بانه تقريبا اكثر من 40% ما مسجلينش في لاشين ما سون با ابوني دونك صلاح شكرا لك بزاف اخويا على هذا اللايف هذا انت وحسن كان مفيد بالنسبه لكم نتمنى انه كان مفيد بالنسبه للناس اللي شافوه معنا وسمحوا لينا بزاف اللي ما قدرناش ناخذوا لي كيسيون ديالكم صلاح نخلي لك اخر كلمه باش مشيت نعس واه باقي تابعني شي شويه ديال الخدمه ولكن غادي نعس يا غادي نقول لك ميرسي بوكو بوغ لي زافور كي تو فا محمد انا صراحه جو سوي ان غران فان و تو كومونسي سا في جو سي با 2 3 ans dans le live 4 سنين تقريبا 3 سنين وشويه 4 ans que je te suis de près انا تعلمت بزاف من لي كور كي تي بارطاجي في لا باج و في لا شين و واضع معنا ياك لا والله فريمون فريمون دازو شي دراري اللي عطاوني دي زاستوس انكرويابل باسكو ما يمكنش تسرني كلشي في الديجيتال ديما غادي يهربوا لك دي تروك لا ديرنيير شوز لي بتاتر نختم بها سي كو دون لا في فوا افوار ان بيتي تيكيليبر مهم بزاف هذاك ليكيليبر مونتال لا سونتي مونتال اي لي تري امبورطونت اي لي تري امبورطون دون لو سونس او في الحياه ما كاينش غير الفلوس ou le flux غديرهم crois-moi ولكن après si tu perds ta passion c'est là le danger parce que pas mal de cas j'ai commencé à fréquenter une certaine de certaines connaissances ils ont commencé à perdre la passion ils se concentrent le flux ou ça ou la passion dialogue du coup fash وصل ودار الفلوس ما بقاش قادر يعطي ودي كوب بدا كيهبط شي شويه بشويه c'est normal du coup la passion est très importante quand tu joins la passion à l'amour du travail
ça donne واحد لو ريزولتات اكستراوردينير. Il faut équilibrer, ma kainch ghir el khidma, kain la santé mentale, kain la méditation, kain la santé spirituelle li hiya la relation dialek ma Allah, le fait annak tqdar tfa c'est dire katsalli katlab Allah annahu ya'awnak et cetera, c'est très important. Ki kon andak واحد الدافئ و au moins واحد لا صابي كتحس بواحد لا ترونكيليتي اللي كتقدر تعاونك وربي كييسر لك في الامور الدراري. والله الا واخا تعيا تجرب, راه الا ما كانش التيسير ديال سيدي ربي راه ما كاين والو. راه رضات الوالدين والتيسير ديال الله راه مهمين بزاف, حيت با مال دو فوا لو فلير انك كتبغي تدخل فواحد البروجي كتقول واش ندخل فيه ولا ما ندخلش فيه, تما كيلعب لو فلير. وهداك لو فلير راه منه كيجي داك التيسير ديال مولانا. دونك غاردي اون بون ريلاسيون افيك ديو سي اون تري تري بون شوز اللي تقدر تعاوننا بزاف انك تو اكسيلير لو ريتم دو لا ريوسيت. هادشي اللي نقول, اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين, وشكرا بزاف اسي محمد وفان تري بون سوار. صلاح ريد, قبل ما تمشي ريد, واحد كلمه ريد كنقولوها حنا الوجداء يفهموها غير ريد هي حبس. شنو هما الكتب اللي تقدر تنصح بهم الناس يقراوهم؟ Alors écoute, moi j'ai lu, j'ai lu un petit peu les classiques. La dernière collection اللي كنت شريت, كنت انا صراحه بزاف ديال المرات كنت كنسمع على داك ريتش داد بور داد, كنت بزاف ديال المرات سمعت به, ولكن صراحه dernièrement كنت شريت الفيديو ديالك مشات. دونك ارينا تاك غير السميات الوغ رابيدمون باسكو هاوما كنت غادي جو سي با كومون جو فيغ غير باش نرجع لا فوتو باسكو تحركت. كتشوفني دابا باقي؟ ماشي مشكل, واخا عطانا غير لي تيتغ ماشي مشكل. فوالا لي تيتغ, كاين واحد الكتاب اللي قريته لو ديرني اللي هو سميتو ذا 48 لاوز اوف باور, واحد كتاب قريته سميتو ذا 7 هابيتس of highly effective people, the 7 habits of highly effective people, اللي هو كيعطيك كيفاش تكون افيكاس في الخدمه. باسكو جو سي كو حنا في النهار كاينه 24 اور, وبارفو ما كتقدرش تكون كتعطي الماكسيموم في داك ال 24 اور, باسكو كاين اللي عنده الاولاد, كاين اللي عنده ترونسبور, كاين اللي عنده دي زونغاجمون ايترا. دونك هاد الكتاب كيعلمك كيفاش تكون افيكاس في الحياه, اي سا سي اون شوز تري تري امبورطون ليفيكاسيتي, كومون سادير بينيفيسي داك ال 24 اور وتعطي فيهم الماكسيموم. بالنسبه للماركتينغ, بالنسبه للماركتينغ تو سكي ديجيتال, باش شنو تنصح؟ tout ce qui est digital, صراحة je préfère انك تشوف دي كور بار تيماتيك. انا جو بريفير انك ما تقراش كتوبه, انا جو بريفير انك تشوف دي فيديو اللي كيوريك لا ديمونستراسيون, كيعطيك دي يوز كيس, دي كا ديتيليزاسيون, بحال باغ اكزومبل سور اوديمي كاين با مال دو كور. انا خويا الا بغيتو تولي اكسبير في الماركتينغ ديجيتال شوف غير لا شين ديالك, والله يا تو c'est une mine d'or, il y a plein de cours. راه الى رجعتي لتحت راه كاين لي كور ديال ماركتينغ ديجيتال, كاين ديال الايكوميرس, كاين ديال الدروب شيبينغ, كاين ديال لافيلياسيون. هذا واه درتي على كلشي اخويا محمد, واش كيسوان بقاو نكيت tu as parlé de tout, صافي باش باغي نهضر صافي كيف يقرا يقلب tu as compris tout quoi. على كل حال صلاح الدين خويا شكرا, الله يحفظك, نخليك تمشي تخدم, تسالي الخدمه ديالك, تصلي العشاء وتنعس. اخ حبيبي ميرسي بوكو, شكرا كامل, شكرا لك بزاف, شكرا لك, اتري بيان, ميرسي بوكو, السلام عليكم. فوالا دونك كاين اللايف, سمحوا لينا اللي ما قدرناش ناخذوا لي كيسيون ديالهم, مالوروزمون ما كرهتش انا ناخذ الاسئله ديالكم كاملين, ولكن تبارك الله كان كثير شرف لينا انه يكون زعما هذا العدد الكبير ديال الناس كيتفرج اللايف وكيطرح لي الاسئله, يعني كاين ثقه الله غالب, ما كونوا على يقين بانه كاين بزاف الاسئله اللي طرحتوهم غادي تقدروا تلقاهم في لي لايف اخرين اللي كنا درنا, بحال مثلا مع صلاح راه كاين واحد السيري ديال شي 3 4 ديال لي لايف اللي تكلمنا فيهم على الماركتينغ ديجيتال في المغرب, ديجيتال اون جينيرال, حاولوا ترجعوا لهم وتشوفوهم في لاشين, ابونوا في لاشين ما تبخلوش علينا, بينونا بانه مهتمين, بانه راكم مهتمين, لان في الحقيقه فاش رجعت كنشوف لي ستاتستيك وكنشوف بانه اكثر من 40% ديال الناس اللي كيشوفوا لي لايف ماشي مابونين. كنبقى نسائل زعما اسكو واش لاشين ما تستاهلش ولا المهم نتوما كتعرفوا احسن مني كيف ما كان الحال, انا ما غاديش نرغبكم على هذا المقطع. فوالا دونك ان شاء الله السيمانه الجايه راه يكون عندنا لايف مع السي ابراهيم فاط باش يتكلم لنا على بزاف ديال القصص ديال الفشل, ما نتكلموش هذه المره على الساكسيس ستوري ولا بصفه عامه على القصص اللي تحفز في اطار النجاح ولكن القصص اللي كتحفز في اطار الفشل, يعني دونك هو غيتكلم لنا على المشاريع اللي خدم عليهم واللي ما نجحوش وشنو السبب ديال الفشل ديالو قبل ما يوصل لطبيعه الحال, لان اليوم تبارك الله راه غادي مزيان.
دونك انا درت لانونس ديال اللايف ديال السيمانه الجايه باغي يكون مع السي ابراهيم فاطين، وربما ندير لكم لانونس ديال السيمانه اللي من بعد، ولكن نبداو بهذه السيمانه هذه ان شاء الله. دونك تبارك الله عليكم كاملين، الله يعاونكم، تصبحوا على خير، السلام عليكم.